بل مدينة علمية متكاملة، إنها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا التي تهدف إلى إعداد جيل قادر على تحويل العلوم التي يقوم بدراستها إلى علوم نافعة تخدم المجتمع. ميزة هنا طالب جامعة زويل إنه في الأول خالص هو بيبتدي يدرس العلوم الأساسية كلها على إيد مجموعة كبيرة من الدكاترة، معظمهم جايين من بره أو جايين من أكبر الجامعات هنا في مصر. الثاني بيبقى عنده احتكاك بالأبحاث من هو لسه طالب، بيدخل المعامل البحثية بتاعت اللي هي اللي هيشتغل فيها لما يكبر، بتتعرف على أدوات الموجودة، الأجهزة، التكنيكس المختلفة اللي بيستخدموها، وبتدي يتدرب عليها بإيده بحيث لما يتخرج ويبقى خريج يقدر على طول يدخل يعمل ريسيرش على طول، مش محتاج لسه بقى يتعلم على اللاب واللاب عامل ازاي ويتعرف على الأدوات والكلام ده كله. مدينة زويل هرم مصر الرابع تعد مشروعا قوميا للنهضة العلمية على الطريق الصحيح، فهي أهم ركيزة في منظومة العلوم والتكنولوجيا. كانت في الأول ريسك أو خطر إن احنا نخش حاجة زي كده لسه بتطلع في البلد، بس كانت التسهيلات اللي متقدمة لنا أو العلم اللي هيتقدم لنا وطريقة التعليم نفسها كانت محفزة جدا لينا، كانت مختلفة عن الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة كمان. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد الشهر الماضي خلال المؤتمر القومي للبحث العلمي أن إجمالي الدعم المقدم من الحكومة لمشروعات البحث العلمي ودعم الابتكار يقترب من 3 مليارات جنيه. هنا يصنع مستقبل البحث العلمي الذي يعد أفضل طريق للتقدم والنهضة، فهذه المدينة تثبت يوما بعد الآخر أن مصر قادرة على مواكبة التقدم التكنولوجي العلمي والعالمي بسواعد أبنائها. ملكة رمزي، الحياة اليوم. بنعود لحضراتكم مرة تانية. التقارير دلوقتي بتيجي من معاهد البحوث العلمية، الناس اللي عايزة تقدم مجتمعاتها لازم تعمل كده، لازم تطلع في الإعلام الناس بتاع البحث العلمي، مش اتنين اتخانقوا مع بعض امبارح ومش عارف مين بقى مشهور لأن قال للتاني انت ابن كذا والتاني لما قال له مش عارف ايه، ونجري ورا الكلام اللي لا بيودي ولا بيجيب، اللي بأخر بلدنا 80 سنة. النهاردة عندنا يعني أصحاب العلم، عندنا ضيوف، وأنا أرجو إن هم يعني يصححوا لي ما أخطأت فيه في التعريفات عشان أتعلم منهم برضو. الدكتور شريف محمد فاروق الخميسي، رئيس مركز الجينوم بمدينة زويل، وحضرتك وعدتني هتقول لي الجينوم يعني ايه. تمام. ومعنا الدكتور إبراهيم محمد الشربيني، وهو أستاذ والمدير المؤسس لبرنامج علم النانو. أنا قلت الناتو بس برضو هتقول لي النانو ده يعني ايه، ومدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل. أيضا معنا إسراء حسين وهي باحثة بمدينة زويل، ومعانا ايضا اروى احمد وهي باحثه بمدينه زويل. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. احنا قررنا بقى نعمل الاعلام في علم شويه، يمكن وحضرتك قاعد في المعمل وبتشوف واحد خانق مع واحد وبتاعه وعاملين له 3 ساعات على الهواء بتقول يا نهار ابيض ده انا ضيعت عمري هدر. احنا بقى قررنا نقول للدنيا ان الدنيا بتطلع، بدنا احنا نطلع الناس بتوع العلم بقى. مبدئيا دكتور شريف عايز اعرف يعني ايه الجينوم. تمام. هو الخصائص اللي هي بتحدد طبيعة نشاط الخلايا وبالتالي الأعضاء بتاعتنا بتتحكم فيها شفرات موجودة في نواة الخلية اللي هي الحمض النووي أو الدي إن إيه أو الجينوم. الجينوم ده عبارة عن شفرة بيتم ترجمتها بشكل معين، ولما بتترجم بتعمل بروتينات هي اللي بتتحكم في خصائص الخلية. دي لو حصل فيها طفرات، يعني لو حصل تغيير في الشفرة دي بيؤدي لحدوث أمراض زي الأمراض العصبية والسرطان مثلا. فاحنا في مدينة زويل بنحاول نفهم طبيعة الشفرات دي بتتكون ازاي، ولما يحصل فيها اخطاء بتتصلح ازاي، ولو ما تصلحتش ايه اللي بيحصل، وايه علاقة الشفرات دي بالادوية اللي الناس بتاخدها، وبرضو ايه علاقتها بطبيعة الطبيعة الخاصة بتاعتنا هنا كمصريين، واحتمال ان احنا يجي لنا امراض زي السرطان او امراض الـ HCV اللي هو فيروس سي، وامراض ضمور الجهاز العصبي. تمام. دكتور إبراهيم، يعني إيه علوم النانو؟ تمام. عشان حضرتك نعرف يعني إيه النانو في الأول، محتاجين نعرف إيه هو النانوميتر. النانوميتر ده عبارة عن مقياس صغير جدا جدا من المتر، 1 على مليار أو جزء من مليار جزء من المتر. عشان نقرب الموضوع أكتر للمشاهد، لو تخيلت عرض شعرة الرأس الواحدة، عشان توصلها العرض ده بس عشان توصله للنانوميتر الواحد ده محتاج تجزأ عرض الشعر ده 100 جزء، وبعدين تاخد كل جزء تقسمه 1000 جزء، فهو النانوميتر عبارة عن جزء من 100,000 جزء من عرض الشعر. يعني حاجة صغيرة جدا جدا وقياس صغير جدا. اللي بيحصل لما بناخد الأشياء والأجهزة وننزلها للمستوى الصغير ده من القياس
تصغر حجمها جدا جدا لمستوى النانو، كل صفاتها المعتاده تتغير. وفي الغالب بتتغير للاحسن. يعني مثلا الذهب اللي حضرتك عارفه بمواصفات معينه لونه اصفر وله صفات معينه، ده لما تقدر تنزله مثلا لمقاس 5 نانو يديك مثلا لون معين وليكن ازرق، يبقى عندك ذهب ازرق، ذهب احمر، ذهب اخضر. طبعا ما بتكلمش على اللون بس، حتى كل الصفات العاديه بتتغير. وبالتالي النانو جماله وهو علم تطبيقي انه بياخد الاشياء والاجهزه ويعمل لك جنريشن او انتاج لاجيال جديده من المواد ما كناش نحلم بيها بصفات خياليه. على سبيل المثال عند حضرتك السليلوز اللي هو المكون الرئيسي في الخشب، الخشب عشان حضرتك ما تتكهربش بتقف عليه، مش كده ولا؟ لانه عازل للكهرباء. لما تاخد السليلوز وهو المكون الرئيسي للخشب وتنزله المقياس الصغير اللي قلت عليه ده، جزء من 100,000 جزء من عرض الشعره، يتحول لماده فائقه توصيل للكهرباء. يا نهار ابيض. وبالتالي انت بتغير صفاته خالص. صحيح. مثال بالعكس. اخير، مثال ثاني واخير، الجرافايت، الجرافيت بتاع قلم الرصاص اللي الطفل الصغير في الحضانه لو ضغط عليه مع ضعفه بيتكسر. حاجه الماده ضعيفه جدا هشه. الجرافايت ده لما بناخده وبنصغره لمستوى النانو اللي هو اللي بقول على حركة عليه ده، يتحول لماده اقوى من الستانلس ستيل او اقوى من الستيل 260 مره. يتحول لماده شفافه بعد يعني كمسر. احنا لما بحثنا لقينا انه حتى الخشب اللي هو عازل الكهرباء ممكن بعد ما نشرك فيه الجزئيات النانو دي او نحوله لشكل نانوي، أيوة، صفاته كلها تتغير، بيبقى عكسي. يعني مش لازم عكسي، تقدر تعمل او تخلق فيه صفات ما كانتش موجوده تماما، وبالتالي بتخلق تطبيقات جديده ما كانش حد يحلم بيها. العلم بقى دكتور. طبعا طبعا. يعني ايه مدينه زويل للعلوم، ويعني ايه البحث العلمي في مدينه زويل للعلوم؟ هي مدينه زويل الفكره طبعا كانت فكره الدكتور زويل الله يرحمه، ان هو يعمل مدينه متكامله بتبتدي بجامعه زي الجامعات الثانيه، لما هي مختلفه عنها ان فيها تخصصات بينيه. التخصصات البينيه دي يعني بنجمع ما بين مثلا علوم الطب الحيوي وعلوم النانو، بحيث ان الطالب اللي بيطلع بيبتدي يتعلم حاجات مش ممكن يتعلمها في اي مكان تاني. صحيح، مش متوفر هذه التخصصات بره. بالظبط. بالاضافه للجامعه في المراكز البحثيه، ودي نقطه مهمه جدا بقى. المراكز البحثيه دي بيتم فيها اجراء ابحاث علميه على مستوى عالي جدا ومرتبطه بالجامعه، بحيث الطالب اللي بيدرس في الجامعه بيقدر يطبق اللي هو بيدرسه العلم النظري ده في المعامل البحثيه. ده اثناء ولا بعد؟ ده اثناء دراسته. اثناء في الجامعه. وبعد. اثناء دراسته في الجامعه. المعامل الابحاث دي او المعاهد البحثيه المخرجات بتاعتها محتاج ان حد ياخدها لمرحله التطبيق. صحيح. وبالتالي في عندنا الهرم التكنولوجي اللي هو ده في الفيجن او في رؤيه الدكتور زويل، يبقى في هرم تكنولوجي، حاجه تاخد المخرجات بتاعت البحث العلمي دي وتوظفها لخدمه المجتمع اللي احنا عايشين فيه. هي المدينه دي بقى لها قد ايه؟ المدينه دي بقى لها 5 سنين، 4 سنين، وخمس سنين تقريبا. ويعني تقدر حضرتك تقول لي انه هذه المعامل اخرجت نتائج جاهزه للتطبيق؟ اخرجت نتائج طبعا جاهزه للتطبيق، انما احنا محتاجين ايه؟ التطبيق في اي مكان في الدنيا هو عباره عن شراكه، شراكه ما بين القائمين على البحث العلمي والتعليم والمجتمع المدني ورجال الصناعه. ما ينفعش ابدا حد يشتغل لوحده. هتحط جامعه وبحث علمي لوحدهم مش هيعملوا حاجه، هيطلعوا حاجات كويسه قوي، افكار كويسه قوي، عمرها ما هتشوف النور. صحيح. فاللي احنا دلوقتي وصلنا له في المدينه ان احنا عندنا العديد من المخرجات الجاهزه للتطبيق. ما نحتاجه الان هو احتضان المجتمع المدني ورجال الصناعه لهذه المخرجات. احنا معاك، وعشان كده النهارده عملنا الفقره دي. اسراء قولي لي، استفدت ايه لما روحتي جامعه زويل او كنت باحثه في مدينه زويل؟ ايه اللي استفدتيه؟ هو ميزه طبعا جامعه زويل ان هي فيها معامل واجهزه وامكانيات مش موجوده في اي جامعه بسهوله يعني. وبعدين بتبقى يعني الجامعه الى حد ما المعامل متكامله، يعني بيبقى عندنا مثلا اجهزه اللي مسؤوله عن ان احنا نعمل تصنيع المواد. احنا بالنسبه لنا في مركز علوم المواد بيبقى ميلي ان احنا عايزين نصنع المواد النانوية زي ما دكتور ابراهيم شرح، فعندنا الاجهزه اللي بنصنع بيها المواد دي. عندنا بيبقى يجي تاني مرحله ان الاجهزه كمان اللي احنا لازم نعمل حاجه اسمها
كاركترايزيشن او ان احنا نختبر المواد دي هل فعلا هي زي ما احنا كنا مخططين عاملين ديزايننج ان هي تطلع في الصوره اللي احنا عايزينها ولا لا. وبيجي في الاخر المرحله بتاعه التطبيق. يعني احنا نجحنا الحمد لله ان احنا نشتغل في مشاريع ان احنا من اول تصنيع المواد لحد الابلكيشن ان احنا نطلع ان احنا نشوف تطبيقها فعلا هيقدر يبقى بسهوله وان احنا نطلع بروتوتايب او برودكت ان احنا نقدر نتكلم ان هو يبقى نموذج او منتج يعني. طيب بلغه كده بسيطه يعني انا عايزك تعمل عينك على الدكتور بهيم على طول وانت بتتكلمي مش وفي درجات بعد الحلقه اللي احنا بنؤمن بيه واللي احنا عايزين نقوله للمجتمع دلوقتي انه حضرتك وانت قاعده في المعمل البحثي بتاعك ده بتجري وراء فكره او بتسعي لنتيجه بتبقى ايه المعطيات اللي عايزين نوصل بيها لنتائج زي ايه مثلا؟ يعني هو لازم ان هو نبقى يعني احنا في الاول لما احنا مثلا بنفكر بيبقى عندنا مشكله ما يعني هي فكره البحث في الاول ان هي بيبقى عندنا مشكله وعايزين نبتدي نحلها فبنبتشوف بقى عايزين نبتدي نحلها ازاي فنبتدي يعني بتبقى ازاي وات ايفر كانت ايا ما كانت المشكله. طبعا احنا بنشوف دايما المشاكل الى حد ما اللي بتواجهنا في مصر ده انا اقصد مهما تعددت المجالات يعني طبعا كل واحد بيبقى على حسب برضو يعني بيبقى يعني موضوع علم النانو ده بنسميه اللي هو انترديسبلينري يعني في كذا علوم بتصب فيه يعني كيمياء وفيزياء واحياء بنضطر طبعا ان احنا بندرس حاجات مختلفه شويه بس الى حد ما كل واحد بيرجع لدراسته الاصليه لازم بيبقى الى حد ما قريب لدراسته يعني الاصليه. يعني حياتك بتقولي لي انا ببدا منهج البحث نمره واحد بالبحث عن المشكله بيبقى قدامنا اللي موجودة في مجتمعي وعايزين نبتدي بقى نحلها ازاي. تعرفي ان رئيس الدولة مرة قال كده على الهواء؟ سمعتي المؤتمر ده؟ كان موجود وزير البحث العلمي وكان موجود رئيس الدولة وقال يا جماعة أرجوكم قولوا المشاكل اللي عندنا في المجتمع لبتوع البحث العلمي وقفوا جنبهم عشان يمكن نلاقي حل محلي مفيش أحسن من كده. فإحنا عشان كده النهاردة قررنا إن إحنا نعمل يعني هذه الدعوة. وده أبسط تعريف للبحث العلمي. صحيح. قولي لي بقى يا اروى ايه اللي انت بتعمليه في مدينه زويل؟ طيب هو المشروع اللي بشتغل عليه هو مشروع تشخيص فيروس سي. زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا مشكله كبيره هنا في مصر في فيروس سي في اعداد الناس المرضى اللي عندهم فيروس سي. ومشكله فيروس سي بالذات ان هو اعراضه بتظهر في مرحله متاخره. فعندنا مشكله كبيره في تشخيصه. فقدرنا في مركز الجينوم ان احنا نطور من اداه تشخيص باستخدام جزيئات الذهب في حجم النانو. اللي هي جولد نانو بارتكلز الدكتور ابراهيم تفضل وشرح عنها. وبنحاول ان احنا نشوف البصمه الوراثيه الخاصه بالفيروس. وقدرنا ندور من اداه تشخيص تعتبر ارخص واسرع بكتير من الجهاز اللي بيستخدم حاليا في المعامل اللي بيعتمد على البصمه الوراثيه تشخيص البصمه الوراثيه تشخيص فيروس سي عن طريق البصمه الوراثيه. وبس احنا حاليا يعني نشرنا بيه بحث الحمد لله في مجله بايو سنسرز اند بايو الكترونكس وشاركنا بيه في مؤتمر كايرو اي سي تي واخدنا فيه جائزه احسن ابتكار في مجال الصحه. واتس نيكست بقى ايه اللي بيحصل بعد كده؟ النكست بعد كده ان احنا عايزين نجرب التحليل دوت على عدد اكبر من السامبلز من العينات. فطبعا عشان ننقل حاجه زي كده محتاجين زي ما دكتور شريف قال محتاجين احتضان محتاجين دعم مادي عشان خاطر نقدر نطبقه على اكبر على عدد اكبر من السامبل عشان خاطر نقدر نطلعه في الاخر يبقى حاجه نقدر نستخدمها فعلا في الدوله. بس انا عشان اعترف بيكي اكيد في رولز عالميه او معايير عالميه ما كانتش المجله دي نشرت لك ما كانش يعني الحاجات دي عشان نوصل للمرحله دي فاكيد احنا واقفين على اساس صلب انه الموضوع فعلا جدي. اكيد والتحليل فعلا جربناه على عينات مرضى وهو ده اللي نشرنا بيه البحث. يعني على عدد سامبلز. انت عارفه ان انت دلوقتي بتعلميني فانت دلوقتي نشرتي البحث فنشر البحث في هذه المجله لابد ان مقومات النشر ان تكون تاكدت تماما من ان احنا بنتكلم عن بحث صحيح وله نتائج. مظبوط صح كده. وانت بقى بتقولي والمجتمع بيسمعنا دلوقتي انه مستنيه تشوفي خطوات اكتر بعد ما خلصتي بحث. مظبوط. طيب ما هو ده دورنا يا فندم يعني بعد ما ربينا وعلمنا وكبرنا وعملت بحث والبحث نشر هنعمل ايه؟ بالظبط ما هي دي النقطة المهمة اللي احنا محتاجين فعلا فيها الدعم بتاع المجتمع المدني ومجال الصناعة. لأن لما بتبتدي في الأول خالص فكرة أي بحث المفروض إن أنت بتشوف المشكلة اللي عندك إيه في مصر. فلما بدأنا البحث اللي أيوة بتتكلم عنه ده من حوالي 3 سنين كان ده بدايات اتجاه رجال الصناعة الكبار بتوع الدواء في إن هم يعملوا لنا دواء جديد لفيروس سي.
ومن هنا كانت الفكره ان احنا مش ممكن هنقدر ننافسهم. وبالتالي قررنا ان احنا هننافس في مجال اخر هو مجال الديتكشن او مجال التشخيص. لان العلاجات دي كانت باهره جدا ونجحت فعلا، الدوله الحقيقه وفرتها بشكل كبير قوي للمواطنين كلهم. بس احنا عندنا حوالي 50 مليون مواطن، نص الشعب تقريبا عايزين يتمسحوا، الدوله عايزه تبص على عندهم ولا لا فيروس. 50 مليون مواطن، 50 مليون محتاجين مواطن. نعرف اذا كان عندهم فيروس سي ولا لا. فال 50 مليون مواطن دول المفروض على خطه الدوله في خلال 3 4 سنين يتم مسحهم. التقنيه اللي موجوده حاليا دلوقتي اللي هي حاجه اسمها الكيو بي سي ار دي بتتكلف حوالي 500 جنيه وبتاخد حوالي 3 4 ساعات. فمن هنا بدأنا نفكر في حاجة أسرع وأرخص عشان توفر فلوس على الدولة. فعملنا القصة اللي هي أروى بتتكلم عليها دي، جمعنا ما بين علم النانو تكنولوجي وعلم الجينومكس اللي هو الجينوم. فطلعنا التقنية الجديدة دي بحيث إن احنا قللنا التكلفة للعشر تقريبا. يعني النهارده بتتكلم حضرتك حوالي 50 أو 60 جنيه التيست. والفترة الزمنية قلت من 3 4 ساعات لتقريبا أقل من نص ساعة. والكلام ده يعني ممكن اي حد يطلع من حضرتك يقول كلام، بس الكلام ده موثق علميا. يعني ايه موثق علميا؟ هو ده المعيار بقى، ده المعيار المهم جدا الناس كلها لازم تعرفه، ان الحاجات دي بتتعمل وبعد كده بيتم تقديمها لمجلات عالميه، والمجلات العالميه بتستعين بمحكمين دوليين بيحكموا الشغل ده، وبعد كده بيقولوا والله ده كويس ولا وحش، ومش بيقبلوه على طول، بيبقى ليهم تعديلات. والتعديلات احنا بنرد عليها ونحسن ونعمل وتروح وتيجي اكتر من مره. ده اشبه برساله علميه يعني. رساله علميه وديبيت يعني. بياخد وقت طويل. وفي الاخر خالص بيقتنعوا وبيقول لك خلاص ده تمام فبتنشر. فدي نقطه. وبالتالي بيسجل باسم اصحابه بقى. طبعا بيسجل باسم اصحابه وبيتعامل بيه براءه اختراع. يعني اثناء الكلام ده بيتعامل بيه براءه اختراع. فالكلام ده احنا واصلينه دلوقتي وتم تجريبه على حوالي 30 عينه كلينيكال سامبلز من الناس عندهم اتش سي في. المرحله اللي بعد كده ان احنا عايزين نطبقه على عينات اكبر، وفي نفس الوقت برضه نلاقي حد يحتضن هذا المشروع بحيث ان هو يساعدنا في انتاج كميه كبيره عشان نطبقها على عينات اكبر، وبعد كده ياخدها بقى للمرحله اللي بعد كده. طيب دكتور ابراهيم، خلاص المشروع اللي قاله الدكتور شريف جاهز دلوقتي، المجتمع بيسمعنا دلوقتي، رجال الاعمال بيسمعونا دلوقتي، رجال الصناعه بيسمعونا دلوقتي، في توجيه من رئيس الدوله بالاهتمام بالبحث العلمي، واعتقد انه في ميزانيه رصدت لهذا الامر. ايه المطلوب؟ المطلوب بقى ان يجي مستثمر مناسب مدرك لاهميه البحث العلمي، عنده من الوطنيه ما يكفي، انه عايز يساهم في حل مشكله كبيره زي الاتش سي في اللي موجوده في مصر، فيروس سي او فيروس سي والمشاكل الاخرى اللي موجوده، ويتبنى الموضوع طبعا. يعمل ايه بقى يا فندم؟ يعني يجي يقعد مع الناس اللي عملوا الابحاث ديت ويشوف ايه الدعم المالي المطلوب وايه الخطوه اللي جايه. هسالك السؤال بشكل اخر. اتفضل. احنا دورنا دلوقتي ان احنا نوفر الدعم المالي عشان حاجه تدينا ايه فيستفيد المجتمع؟ ندي النو هاو. واو. الملكيه الفكريه، الحل الامثل للمشكله. ده اللي بيقدمه البحث العلمي، بيقدمه على طبق من ذهب للمستثمر عشان يشارك، هو نفسه يبقى كايند اوف وين وين سيتويشن، هو نفسه يكسب، كله هيكسب، الطرفين هيكسبوا. وفي نفس الوقت كمان الباحث بيكسب ايه؟ بيكسب انه ساهم في حل مشكله. ما هي دي موجوده في بلده. صحيح طبعا. وعندنا من مشاكل كثيره جدا، احنا يعني زي ما الدكتور شريف تفضل واتكلم، مدينه زويل احد المشاريع القوميه للنهضه العلميه في مصر. عينها دايما على انها تحل مشاكل فعليه موجوده على الارض الواقع في مصر، وحل مبني على اساس زي ما حضرتك تفضلت وقلت. اساس معناه مبني على اسس علميه صحيحه متبنيه الفكر الصحيح والمفهوم الصحيح للبحث العلمي. على فكره البحث العلمي في ابسط تعريفاته زي ما حضرتك تفضلت وقلت في الاول خالص، عينه دايما على حل المشاكل في المقام الاول. ولما يتفرغ من حل المشاكل، وان المشاكل ما بتخلص زي ما حضرتك عارف اي مجتمع مش بس في مصر، بيبقى برضه جزء من دوره انه يساهم في تطوير ورفع مستوى الرفاهيه عند المواطن. صحيح. يعني ابن حضرتك كنت بتتكلم شويه قبل الفقره بتاعتنا عن الفيسبوك وغيره، حاجات كتيره جدا جدا العلم قدمها على فعلا طبق من ذهب للناس لرفع مستوى الرفاهيه عندهم. احنا في مدينه زويل انطلاقا من الموضوع ده بنحاول نتحرك في كل الاتجاهات. يعني مثلا عندنا لو حضرتك تسمح لي في السنتر مثلا للبشر بادارته، سنتر الماتيريال ساينس، بنحاول نستحدث او نصمم نوعيه جديده من المواد بنسميها المواد الذكيه. المادة نفسها كأنها جهاز عندها قدرة على أنها تستشف اللي بيتغير أو المتغيرات اللي حواليها وتستجيب بشكل ذكي للمتغيرات دي. مع إدخال
علوم حديثه زي علوم النانو او النانو تكنولوجي. يعني مثلا ماده سائله تشعر بالضغط، تشعر بالحراره، ماده بالظبط كده تشعر بالظروف ديت. يعني على سبيل المثال ماده تقدر تحس بالتغير في درجه الحراره فتستجيب بشكل معين، ترجع الحراره لوضعها الاصلي، ترجع لوضعها الاصلي كمان. عندها قدر من الذكاء الاصطناعي. المواد دي بنطوعها في حاجات كتيره جدا، بندخل برضو عليها تكنولوجيا النانو ونصغر حجمها لمستوى النانو، فيبقى عندي مواد مشكله بالنانو تكنولوجيا او بتقنيه النانو وعندها قدر من الذكاء. بعد كده بناخد المواد دي وندخلها في تطبيقات متباينه، ندخلها مثلا في تطبيقات بيئيه لحل مشكله تلوث الميه، الديسالنيشن او تحليه ميه البحر. ممكن تكلمني عن حاجه كونكريت، يعني عن حاجه قائمه عشان نقدر يبقى المشاهد معانا عارف البحث العلمي ده بيودي على فين وازاي المدينه قدرت في وقت قصير. احنا فعلا عمرنا صغير جدا، احنا بنتكلم زي ما الدكتور شريف قال 4-5 سنين يعني. يعني طب مشكله البيئه وليكن البيئه مثلا، اتكلمنا عملنا حاجات الفتره اللي فاتت على لحل مشكله او تلوث الميه بالمعادن الثقيله. كنا مركزين على مشكله موجوده في مصر، ميه الواحات مثلا. ميه الواحات البحريه مليانه حديد، الميه نفسها حمراء من كتر الحديد اللي موجود فيها. عملنا مواد، المواد دي طبيعيه تماما، عندها قدره كامله على انها تنظف الميه بنسبه تكاد تقترب من 100% من الحديد ده، وترجع الميه بشكل نظيف جدا، وبالتالي ممكن نطوعها بعد كده ننظف الميه مش بس للشرب ولكن حتى للزراعه في منطقه الواحات. في اتجاه مثلا الصناعي، لا ما واحدة واحدة بقى، ما هو كل واحدة من دول أنا دوري إن أنا أسوقها يعني. تمام. يعني حضرتك عايز تقول لي إن حضراتكم جاهزين الآن وهصحح لي بالنسبة لمعالجة المية. إحنا نقدر نقول جاهزين بنسبة 75-80%. لأن إحنا كمان بنحول بقى المواد اللي عملناها ديت إلى شكل صناعي. يعني بقى عندي بروتوتايب أقدر بعد كده أسوقه، فده إن شاء الله تعالى ياخد له مثلا في حدود سنة ولا حاجة كمان، وبالتالي يبقى عندي منتج لو أنا يعني استخدمته في المية هينقي هذه المياه بدرجة كبيرة جدا بالظبط، ويجعلها مش بس صالحة للشرب والزراعة. والزراعة بالظبط. الميزة فيها كمان إن المواد اللي عملناها دي كلها بنجيبها من المخلفات الزراعية. وبالتالي حتى المادة بتخدم البيئة خدمة رهيبة كده، فبنحل مشكلة موجودة في البيئة، وفي نفس الوقت بطوع المواد المستخلصة دي في إن أنا أنظف حاجة تانية في البيئة. عند حضرتك مثلا في قطاع الصناعة أو نقول الزراعة الأول. الزراعة مثلا عارف حضرتك أن السماد الأول في مصر استهلاكا هو سماد اليوريا، ملايين الأطنان في السنة. تعرف حضرتك أن السماد ده لوحده الهدر فيه سنويا في مصر يتجاوز 5 مليار جنيه؟ هدر يا فندم. يعني الدكتور بيقول لك أنه الناس بتستخدم سماد ماشي مقبول، وبتستخدم بكمية ملايين الأطنان مقبول، لكن سوء الاستخدام اللي هو الهدر هو اللي هو رايح على الفاضي ده 5 مليار جنيه. الهدر ده جاي منين على فكرة؟ مش سوء استخدام الفلاح معذور. هي الفكرة في ايه؟ الفكرة ان السماد ده بطبيعته سريع الذوبان جدا في المية. فلما حضرتك الفلاح يجي يرشه في الأرض ولا حاجة وبعدين يبدأ الري، وطبعا انت عارف حضرتك الري عندنا بالغمر كمان يعني، فكمية مية عالية جدا، فاليوريا بتدوب بسرعة جدا وتنزل تهرب لعمق التربة تبعد عن جذر النبات. وبالتالي النبات ما استفادش بيها كويس. فبيحصل ايه؟ بيضطر بقى طبعا الفلاح يسمد مره والثانيه والثالثه في الموسم الواحد. اضف الى ذلك ان اليوريا بطبيعتها كمان ماده قابله للتبخر بسهوله جدا، ومصر برضو جواها مش برد يعني، جواها برضو حر في الصيف. فبيحصل كمان حتى اليوريا اللي هربت لقاع التربه دي مع الوقت ومع الحراره تتبخر وتعمل تلوث في الجو. فاحنا عندنا مشكلتين، مشكله اليوريا اللي بتروح وبتهرب النبات ما بيستفادش بيها، ومشكله البخر اللي بيلوث البيئه بعد كده. طيب الناس فكرت في حلول قبل كده، فكروا فعلا من 40 سنه او اكتر في حل. قال لك ان اليوريا دي ممكن نعمل لها تغليف بطبقات معينه عشان اليوريا تتحلل او تدوب شويه بشويه، يبقى بنسميها ممتده المفعول او بطيئه الذوبان. تمام. امال ايه المشكله؟ المشكله ان كل المواد اللي الناس فكرت فيها لحد النهارده كلها مواد خطر جدا على البيئه حتى على الانسان. المواد دي كلها معظمها بتسبب سرطانات، وعشان كده تم حظر هذه المواد او اليوريا المغلفه على مستوى العالم من فتره طويله، وتم بقت قاصره بس على النباتات البستانيه الزهور. فاحنا عملنا ايه بقى؟ كانت المعضله في ايه بقى يا فندم؟ المعضله من فتره طويله جدا ازاي احل المشكله ديت؟ ما انا ما احلش مشكله بمشكله. حافظ على البيئه وفي نفس الوقت لما جم فكروا في مواد تكون امنه على البيئه وتكون قابله للتحلل بعد كده في التربه، قابلتهم مشكله ان المواد دي كلها بتحب الميه هي كمان. فما انا كده هغطي حاجه بتحب الميه بحاجه بتحب الميه، وبالتالي الذوبان ما حلتش مشكله. احنا بقى في زويل بندعي ان احنا حلينا المعضله دي. عملنا ايه بقى؟ عملنا تكنولوجيا جديده خالص، ودي تم تسجيلها، وبقى عندنا يوريا مغلفه بمواد
بجيبها برضو من المخلفات النباتيه والزراعيه، ماده خام بالنسبه لي رخيصه وبحل مشكله في البيئه. المواد ديت تتحلل بعد دورها، بعد ما تؤدي دورها في التربه، ان السماد بترش مره واحده بس في الموسم، وبعد ما تؤدي دورها والحاجات دي بتتحلل بتتحول كمان لمواد مفيده للنباتات، رفعت انتاجيه الطن. مش بس كده، احنا قابلنا مشكله، احنا عايزين نكمل، احنا عايزين نحل مشكله. خلينا نقف هنا دقيقه واحده بس عشان معانا ناس شهود على كل اللي حضراتكم بتعملوه. هرجع تاني لاسراء واقول لها، اسراء هو بكره بتاعك شكله عامل ازاي؟ يعني لما بتقعدي كده مع العيله وبتقولي والله انا بشتغل باحثه علميه في مدينه زويل، انا بشتغل، ده لفظ صحيح؟ تمام. يعني انت بتشتغلي؟ ايوه. انت في المدينه بتشتغلي؟ ايوه. انتقادي راتب يعني. ايه بقى اللي بعد كده؟ المستقبل بيبقى شكله عامل ازاي؟ المستقبل بالنسبه للبحث اللي انا بشتغل فيه، للباحث نفسه، ليك انت شخصيا، للباحث نفسه، هو انا حاليا كمان بجانب شغلي طالبه دكتوراه في المدينه. تمام. فانا المفروض التارجت بتاعي في البحث بتاعي ان انا بشتغل عايزه اطلع بروتوتايب، وان هو ينزل الماركت، وان حد يعني يستثمر فيه، واشوفه في ان هو حقق الغرض اللي احنا بنعمله، وان انا انشر بيبرز برضو وننشره بره وكل حاجه زي ما عملناه الخطوه الاولى. بس بجانب كده كمان ان هو ده جزء من رساله الدكتوراه بتاعتي، ان انا المفروض ان دي الديجري بتاعتي اللي انا عايزه اخلصها علشان ابتدي اتدرج في داخل المدينه. طب انا مثلا لما بقعد وكل واحد بيبقى عايز ابنه يبقى له تارجت في النهايه، انت الهدف بتاعك انه علمك ده يصل الى الناس، ولما يصل الى الناس انت فزتي والمجتمع فاز، حضرتك فزتي ادبيا وماديا، وايضا المجتمع فاز انه حل مشاكل. طبعا كل فلذلك هو ده هدف اللي موجود هناك انت وزمايلك بتعملوه. بالظبط كده. طيب لو انا عايز اساعد الناس، انتوا اتنين النهارده وفي اتنين زمايلكوا تاني بره، لو انا عايز اساعد كل المجموعه اللي موجوده هناك، ايه المشاكل اللي بتتكلموا؟ اعتبروا الاساتذه مش موجودين، ايه المشاكل اللي موجوده عندكم وعايزين تقولوها، عايزين المجتمع يسمعها؟ ما هو بالتاكيد مش كل يوم بيستحب ان يستضاف في الاعلام بتوع البحث العلمي، معلش انا اسف، هي سمه المجتمعات دلوقتي كده، لعيبه الكوره بقى والفنانين والداس على رجل التاني والحاجات اللطيفه اللي انتوا بتحبوها دي، لكن انا بتكلم انه عشان، وانت اكيد تقتنعي بده، انه عشان مشاكل كتيره تتحل في مجتمعنا لازم نرجع لكم. فايه تاني، ايه تاني بتكلموا بعض فيه كطلبه كباحثين وتقولوا يا ريت صوتنا يوصل للناس عشان نحل؟ وان هي احنا مشكلتنا ان احنا واحنا بنشتغل على المشروع مثلا، ممكن تلاقي فجاه المشروع مضطر توقف شغل فيه علشان مثلا ما فيش مواد موجوده، مستني الحاجه تطلع من المواد مثلا تطلع من المطار. يعني فكره استيراد الحاجات، التسهيلات بتاعه ان الكيماويات والاجهزه انها تكون موجوده، دي اكتر حاجه ممكن تكون بتضايقنا واحنا بنشتغل، ان بنضطر ساعات ان احنا نوقف جزء من المشروع او جزء من التجربه لحد ما نستنى الحاجه. لكن لازم المجتمع يعتذر لك لو ده حصل والله. يعني انت اولا لازم الاموال عشان تجيب الماده، ثم تيجي فتتاخر في الاجراءات عشان تدخل مصر. بالظبط. ايه تاني؟ ايه تاني مشاكل تانية؟ إيه يعني مش شرط تكون مشاكل، طموحات، احلام بتتكلمي انت وزمايلك فيها، اي شيء نفسك الناس تسمعه. طموحاتنا ان احنا نشوف ان الابحاث اللي احنا بنشتغل عليها ديت انها فعلا نشوف المخرجات بتاعتها فعلا بتطبق على ارض الواقع، سواء كانت هتكون مثلا منتج او هتكون حاجه مثلا بتحل مشكله، يعني بغض النظر عن المجال اللي بنشتغل فيه، انها نشوف ان الحاجه اللي بنعملها فعلا بتطبق وفعلا بتحل المشاكل اللي عندنا في المجتمع، سواء كانت حاجه لها علاقه بعلاج، بتشخيص، حاجه في مجال البيئه، في اي مجال حوالينا. يعني لما الماده بتتاخر عليكي في المطار بيبقى احساسك؟ انا متضايقه. شايفه الكاميرا اللي هناك دي؟ ممكن رئيس الدوله يكون سامعك وانت بتتكلمي دلوقتي، قولي له لو سمحت خلي الناس عشان البحث العلمي، قولي لرئيس الحكومه وهو بيسمعك احنا مش عايزين المواد تتاخر في المطار، قولي له انا ببقى متضايقه لانه ما كملتش البحث بتاعي. بكلم صح؟ كلام مظبوط. بتحس انك متضايقه؟ ايوه طبعا لانه بتاخر شهر شهرين ثلاثه لحد ما الحاجه تيجي، فده تاخير، انا ممكن اكسب وقت واجرب اكتر من تجربه، وممكن التجارب ديت تنجح، فانا كده بوفرت على نفسي 3 شهور في المشروع او شهرين او على حسب يعني مده. تحبي مثلا ايه، نقترح انه يبقى في دايره جمركيه خاصه لمواد البحث العلمي مثلا؟ يعني يا ريت، ويكون حاجه بتسهل الاجهزه والكيماويات، ويكون الاستيراد بتاعهم يبقى اسهل، الجمارك بتاعتهم، اجراءاتهم، كل الحاجات دي كلها يا ريت. الحاجات دي احيانا تدخلي على الانترنت كده تشوفي جهاز تقولي يا سلام لو ده عندي في المعمل،
يا سلام لو اقدر بيحصل؟ طبعا. وتتكلمي انت وزمايلك ان كل حلمكم ان الجهاز ده يبقى موجود عندكم في المعمل. اكيد، وبنحاول فعلا ان احنا يعني من خلال الدكاتره ومن خلال ان احنا نحاول نقدم برضو على تمويل وكده، ان احنا نحاول ان احنا نجيب الحاجات ديت، بس برضو على حسب قدر الاستطاعه يعني. الموضوع مش دايما بيقف يعني مش دايما الموضوع اكيد بيمشي باسهل طرق يعني، بس اكيد بنحاول يعني. المدينه مجهزه فيها حاجات كتيره، بس برضو ينقصها حاجات اكتر محتاجينها لو موجوده هتخلي مستوى البحث العلمي اللي بيتعمل حاليا في المدينه هيبقى في مستوى اعلى بكتير، ويطلع مخرجات اقوى من كده بكتير، وترفع من شاننا اكتر من كده بكتير في المجتمع العلمي كله يعني على مستوى العالم. اظن الرساله بتاعه اسراء وبتاعه اروى افتكر انها ممكن تكون وصلت. اروى بتقول انا بزعل لما المواد العلميه بتاعتي اللي انا محتاجاها في المعمل تتاخر في المطار، وبيبقى عندي مشكله اكبر انه ازاي امول المواد دي عشان اكمل البحث بتاعي اللي انا نفسي فيه. واسراء بتقول انا كمان بعمل الدكتوراه بتاعتي في المجال ده عشان خاطر عايز انميه وعايز احصل على الدرجه العلميه بتاعتي وعشان المجتمع يستفيد وانا كمان بستفيد، انا ما حدش هيحس بيا طول ما انا في البحث الا لما تطلع النتيجه وتبقى موجوده. ده النموذج الاول اللي معانا النهارده من اتنين من الطلبه اللي انا بشكرهم جدا، اسراء حسين واروى احمد من مدينه زويل للعلوم. وهنطلع فاصل ونستضيف اتنين كمان مع وجود الاساتذه، لانه احنا ما وراناش بقى غير البحث العلمي. احنا بقى سيبنا الخناقه بتاعت النوادي ومش عارف مين فتش على مين ومين ضرب مين والكلام التافه اللي ضيعنا فيه حياتنا وما خدناش منه خطوه لقدام، وقررنا نجيب نجوم ما احناش حاسين بيهم. وللاسف لو الناس دي بقت نجوم فعلا مجتمع كله هيطلع. النجوميه مش في الخناقه سخنه، النجوميه في مين يفيد البلد. على وعسى مين عارف يمكن رئيس الدوله يبقى سامع اروى واسراء دلوقتي وتتحل امور كتيره جدا ونتخذ اجراءات تساعد كمان في البحث العلمي. هطلع فاصل واستقبل اتنين من الباحثين في مدينه زويل بعد فاصل قصير في الحياه اليوم، خليكم معانا. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف تبني مصر قواعد مجد الإنسانية، من حضارة مصر العالمية إلى منارة الأسكندرية العلمية. وصلت مصر لهذه المكانة التاريخية. هناك من يقول أن هذه الأيام قد مضت وانتهت. هؤلاء مخطئون، لأن الجينات المصرية ما زالت ساكنة في الإنسان المصري. إن ما نحتاجه اليوم هو النهضة التي تعود بالمجد وتضيء المستقبل. ما نحتاجه اليوم هو ثورة في المعرفة والإنتاج لبناء مصر الحديثة. في الماضي بنينا عجائب الدنيا، كنا نعرف، كنا نعمل، كنا نفعل. بنينا الأهرامات والسد العالي وقناة السويس. الآن يمكننا أن نبني واحدة من أعظم مدن العلم والتكنولوجيا في العالم. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هي هرم مصر الحديثة، هي المشروع القومي لكل المصريين، مشروع نهضة الأمة وركيزة مستقبل أولادنا. نعم مصر تستطيع، بالعلم مصر على الخريطة. الله يرحمه الدكتور زويل، يعني ده الكلام اللي واصل بيه، يعني هو مش بيتكلم من فراغ، ده هو رحمة الله عليه من البحث العلمي وصل لنوبل. نوبل ده من أرفع الأوسمة اللي ممكن واحد يكون في مجال البحث العلمي بيسعى إليها. فشفتوا هذه الأهمية، شفتوا نتائجها بتوصل الناس لأسماء تخلد في تاريخ الأمم. نموذج آخر من شبابنا اللي أنا بجد سعيد النهاردة أن أنا بستضيفهم، معانا محمد عاشور الباحث في مدينة زويل، أهلا بك يا محمد. ومعانا أيضا موسى السيد الباحث في مدينة زويل، وبأجدد الترحيب بالدكتور شريف محمد فاروق والدكتور إبراهيم محمد الشربيني اللي برضو مصممين معايا على أننا نسمع أكتر الشباب أكتر ما نسمع الأساتذة. قول لي يا محمد، أقدر أساعدك إزاي؟ ايه البحث اللي انت شغال عليه دلوقتي؟ ايه الفكره اللي في دماغك اللي لو المجتمع سمعها ممكن يساعدك؟
انا مش هتكلم على الافكار اللي في دماغي، احنا هنتكلم على البحث اللي احنا اوريدي لسه ناشرينه من في اواخر 2017. لان البحث ده احنا دايما بنسمع ان في علاجات للاورام بتنزل السوق، ودايما بنسمع انها بتعمل ضجه كبيره قوي، وبعد كده احيانا ما بنسمعش عن العلاجات دي العلاجات دي تاني، لان السبب بيبقى ان الخلايا السرطانيه بتقاوم العلاج ده. عندها خلايا سرطانيه بتبقى ذكيه بكفايه ان هي تقدر تقاوم العلاج ده، وان هي بعد كده ما بتقدرش تموت بيه. فاللي احنا استثمرنا فيه في البحث اللي احنا نشرناه في اواخر 2017 مع الدكتور شريف، ان احنا جبنا الخلايا، خلقنا خلايا سرطانيه مقاومه للعلاج، وبدانا نحاول ان احنا نشتغل عليها ونعالج النوعيه دي من الخلايا. والبحث ده لما نشرناه اكتشفنا ازاي انك انت تقدر تبرمج الخلايا السرطانيه اللي بقت مقاومه للعلاجات الكيماويه ترجعها تاني لخلايا سرطانيه تستجيب للعلاج. ايه اللي حضرتك تقدر تفيدنا بيه؟ احنا لحد هنا ده دورنا في بس هنا انا عايز افهم، يعني محمد بيقول ان هم في اكتر من فيرجن او اكتر من منتج لعلاج السرطان، لكن استطاعت خلايا السرطان انها تتغلب عليه، فانتوا بقى ده المشكله الاساسيه في علاجات السرطان، في كل علاجات السرطان، في كل علاجات السرطان. فانتوا قلتوا لا، الماده اللي احنا اخترعناها وصححناها هنشتغل على الخلايا السرطانيه المقاومه. فخلقنا الاول في خليه سرطانيه انت خلقتها من الخليه السرطانيه نفسها، من الخلايا السرطانيه اللي هي بتستجيب للعلاج. كنا مركزين قوي على سرطان القولون. وبعد كده بقى بدأنا نشوف، بعد ما بقى عندنا النوعين من الخلايا، ان احنا نشوف بقى ازاي نخلي الخلايا السرطانية المقاومة دي ترجع تاني تستجيب للعلاج، عشان نرجع للمرضى اللي هم فقدوا. يعني دايما تسمع يقول لك المريض في العلاج الكيماوي او الراديو ثيرابي مثلا، يقول لك ده المريض ده خلاص بقى يعني دخل في المرحله الثانيه من العلاج، ونسبه الشفاء بتبقى اقل. معنى ان هو دخل في المرحله الثانيه من العلاج، يعني الخلايا بقت ما عادتش بتستجيب للعلاج اللي هو في المرحله الاولانيه. طب معلش، زي ما حضراتكم عارفين احنا على الهواء مباشرة، فيبدو ان مصر اتغيرت. الوزير سمع كلامنا، وزير الزراعة، وعايزين نشرح له، نقول له ان احنا النهاردة زمايلي بيقولوا له عندنا النهاردة ناس بتتكلم في البحث العلمي فيما يتعلق بموضوع السماد، لانه لما اسراء واروى اتكلموا عن موضوع السماد، فمعانا على الهاتف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة. معالي الوزير مساء الخير. مساء الخير يا فندم، وتحياتي ليك ومشاهدينك، وربنا يوفقك في برنامجك الجديد. يعني شكر جدا، واشكرك على يعني المداخلة في تقدير من وزارة الزراعة للبحث العلمي. في دقائق بسيطة اسمح لي معالي الوزير، هخلي الدكتور ابراهيم يشرح لحضرتك احنا كنا بنتكلم في ايه فيما يخص البحث العلمي في مجال الزراعة. دكتور ابراهيم اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير دكتور عبد المنعم. مساء الخير يا فندم، تحياتي ليك يا فندم. اهلا بيك. هو زي ما حضرتك عارف يا فندم طبعا ان السماد اليوريا هو اكثر استخداما، اكثر الاسمده استخداما في مصر. وفي مشكله جامده جدا نتيجه ذوبانه السريع وتحلله في الترب، او يعني تطايره كمان في الجو، وعمل مشكله بيئيه. تمام. حضرتك عارف طبعا ان في محاولات جاده من يمكن فتره كبيره جدا، يمكن 40 سنه فاتوا او اكثر، ان هم يحولوا سماد اليوريا الى سماد طويل الاجل، او اللي هو السلو ريز يعني، او بطيء التحلل او بطيء الذوبان. تمام. زي ما حضرتك عارف برضو ان المشكله كانوا بيحاولوا يحلوها باكثر من طريقه، اما اثناء تصنيع السماد نفسه بخلطه مع حاجات تانية تبطئ من ذوبانه، او انهم يعملوا كوتنج لليوريا جرانيولز او حبيبات اليوريا يغلفوها من بره. بالظبط. بيعملوا لها كفرنج بيغطوا. بالظبط. فهي هو بس معالي الوزير كان استاذا في مركز البحوث الزراعيه. تمام. فهتلاقوا لغه العلم مشتركه. بالظبط كده. بكلم حضرتك الدكتور ابراهيم، استاذ ومدير مؤسس لبرامج علوم النانو في ابحاث في مركز ابحاث علوم مدينه زويل. كمل دكتور ابراهيم اتفضل. فطبعا ما تم لحد النهارده كان كل الكوتنج حتى او التغليف بتاع سماد اليوريا بيتم بمواد ذات صفات معينه. للاسف الشديد المواد دي معظمها كارسينوجينك او بتسبب سرطانات، زي الاكريليت وحاجات مشتقاتها وحتى الكومبوزيتس والحاجات دي. لما الناس حاولت تفكر في حل بديل يبقى الكوتنج ماتيريالز دي من مواد قابله للتحلل، بحيث ان ما فادتش على الاقل ما تضرش. المشكله اللي قابلتهم من المواد دي كلها هي نفسها سريعه الذوبان في الميه، اللي هي الهيدروجيلز والحاجات دي كلها والناتشرال بوليمرز. تمام. فما حدش قدر للاسف الشديد ينزل المنتج ده. احنا عملنا ايه بقى دكتور؟ اللي هو بالظبط السلو ريليز بالذات للمحاصيل الزراعيه القابله للاكل، يعني الرز وغيره وغيره. واقتصر استخدامها في الغالب على المحاصيل البستانيه زي ما سيادتك الفاكهه والخضار. بالظبط والفاكهه. فاحنا قدرنا يعني الحمد لله ندعي ان احنا قدرنا نحل المشكله ديت ونحل المعادله الصعبه.
ان احنا جبنا مركبات كلها طبيعيه من البيئه المحليه، حتى جزء منها من مخلفات النباتات ومخلفات الزراعيه الى اخره، وبتكنولوجيا جديده عملناها الفتره اللي فاتت قدرنا نعمل كوتنج بالمواد البايديجرادبل دي، فبقى عندنا يوريا بطيئه التحلل مغلفه بمواد صديقه للبيئه وقابله للايه. تمام. وجربناها الحقيقه في معهد بحوث الزراعيه في كفر الشيخ على محصول رز، طبعا بس مجرد نتائج اوليه، بس النتائج كلها مشرفه. الميزه في الموضوع ده كمان يا معالي الوزير ان احنا مش بس عندنا نو هاو دلوقتي، نو هاو مصريه لاول مره ان احنا نعمل يوريا قابله او بطيئه التحلل بمواد مفيده للتربه، ولكن كمان التكنولوجيا بتاع التصنيع دي تكنولوجيا معدله جديده بنحو مصريه. تمام. انا بقى هسال الدكتور عبد المنعم الاول بصفته العلميه كاستاذ في مركز البحوث الزراعيه سابقا، وبعدين هاطلب منه كوزير، ايه راي حضرتك او الانطباع الاولي عن هذا الكلام؟ احنا طبعا بنرحب يا فندم باي طبعا نتائج علميه، وطبعا العلم التطبيقي ده مهم جدا. احنا طبعا الاسمده في يعني باع كبير جدا في الاسمده، طبعا الاسمده الكيماويه زي ما قال الزميل الفاضل، طبعا في اليوريا وفي النترات وفي سلفات النشادر. يمكن اليوريا طبعا بتمشي في الاراضي الثقيله اكتر من الاراضي الرمليه، عشان الووتر هولدنج كاباسيتي بتاع الاراضي الرمليه او السعه التشعبيه للاراضي الرمليه بيختلف عن الاراضي التونيه، فبيحصل ليتشنج لليوريا. وبالتالي احنا بنرحب بهذه الفكره، وعندنا محطات البحوث وفيها محاصيل مختلفه وممكن نطبقها. ده بالنسبه للاسمده، طبعا في اسمده عضويه وفي اسمده حيويه، واحنا عندنا باع كبير جدا في هذا الموضوع الاسمده، ودلوقتي بنعمل حوالي الاسمده العضويه المخصبه، وايضا ده عندنا معمل مركزي للنانو تكنولوجي يمكن تم افتتاحه من خلال 3 سنوات، وفي اجهزه وابتدينا ننتج اسمده نانو زي النانو فوسفور. يمكن معروف ان السوبر فوسفات ده بيعمل تلوث للتربه، وبالتالي ابتدينا نستخدم نانو فوسفور، بدل ما كان الفدان بياخد 250 كيلو بياخد في حدود 8 كيلو ل 10 كيلو. ايضا برضو استخدمنا النانو في ان احنا بنعمل ان بي كي بالنانو، يعني احنا في تطور واحنا بنرحب بالفكره. ودي ميزه بقى ان احنا بنكلم اهل العلم. هنا بقى اكلم بقى الوزير السياسي المسؤول. يا دكتور حضرتك على الهواء مباشرة ومعك الوزير المسؤول في المجال اللي حضرتك بتسهر وتشقى عشان توصل نتيجة فيه، ايه المطلوب؟ المطلوب ان شاء الله استكمال الدعم، وطبعا الهيئة الأكاديمية للبحث العلمي مشكورة. دكتور ابراهيم عشان الوقت انا عايز حاجات كونكريت. وقفت في ظهرنا لحد النهاردة، واعتقد ان هم برضو مستعدين يكملوا المشوار. احنا الوقت بقى عندنا يا معالي الوزير عندنا النو هاو بتاعت الفورموليشن دي بتاعت التغليف اليوريا، عندنا اكتر من جربنا يجي حوالي 100 فورمولا ولا حاجه، اخترنا احسنهم 3 واللي تم تجربهم على محصول الرز. دلوقتي وكمان التكنولوجيا بتاع التصنيع نفسها، الماكينات نفسها تم اختراع نقدر نقول يعني تقنيات جديده ومكن، وعملنا مكن بتنتج طن في اليوم، الحقيقه موجود عندنا دلوقتي في زويل بتكنولوجيا مصريه خالصه. محتاجين بقى المرحله اللي جايه. أيه. المرحله اللي جايه ان احنا نختبر اكتر الحاجات دي بكميات كبيره على محاصيل اكتر من محصول، وبكميات كبيره ومساحات اكبر. محتاجين كمان نحول الكلام ده لنعمله سكيلنج اب اكبر. يعني ننقل الكلام ده، لان ده مشروع معالي الوزير عارف ده مشروع قومي. تمام. محتاجين ننقله للمستوى العالمي. ايه راي سيادتك معالي الوزير، ماذا تستطيع الوزاره ان تقدم في هذا المجال؟ انا برحب بيه يا فندم، ونشتغلوا في جميع محطات البحوث على مستوى جمهوريه مصر. عندي 52 محطه بحثيه من توشكا لاسكندريه ومطروح. حضرتك يجي نرحب ونشتغل على المحاصيل ونكون فريق عمل حضراتكم، ونشوف النتائج طبعا الفعليه، ونشتغل عندي عشان الفلاح هو العين المصداقيه الوحيده، هو اللي بيطبق، فنعمل حقول مشاهده وحقول تعليميه وعلى مستوى جمهوريه مصر العربيه، ونشوف النتائج، نشوف الانتاجيه اللي هتطلع، ونشوف الفيرتيليتي او الخصوبه بتاعه التربه، ونشوف المتبقيات عند استخدام هذا النوع من الاسمده. انا ما عنديش مانع، يتفضل في مكتبي وهجيب له الفريق العلمي من مركز البحوث الزراعيه بانواع المختلفه، ويقعدوا مع بعض ويتفقوا على برنامج بحثي لتطبيقه، واحنا بنرحب بيه. تمام. انا هصيغ بقى الاتفاق يا فندم، اسمح لي. الان وزير الزراعه عندما استمع الى طالبه في البحث العلمي في برنامج الحياه اليوم، والاساتذه موجودين والمجتمع كله بيسمعنا دلوقتي، في 52 مركز بحثي تحت ايد الوزير بصفته، وبالتالي الان الوزير بيتعهد قدام حضراتكم ان ال 52 مركز مفتوحين فورا. لو بتكلم غلط يا سياده الوزير صحح لي. لا يا فندم، 52 محطة بحثية لتكوين فريق عمل مع الباحثين من الوزارة عشان تفتح هذه المجالات لحضراتكم للتطبيق من بكرة يا فندم ولا من امتى؟
يا فندم يجي لي دلوقتي لو عايز. خلاص ان شاء الله احنا هنتصل بمكتب حضرتك وهننسق مع الاساتذه، ومن بكره ان شاء الله هيكونوا موجودين يتقابلوا مع حضرتك الاول، ثم يبدا يعني خط السير في هذا العمل. يشرفوني يا فندم. ارجو ان حضرتك كمان تبلغنا بالنتائج، واحنا كمان هنكون شهود ونصور النتائج اللي تحصل. دكتور عبد المنعم انا بجد بشكرك. اخليكم يعني تصوروا يا فندم. مبادره ايجابيه جدا، وان شاء الله يعني المجتمع كله يشوف ثمارها باذن الله تعالى. ماشي يا فندم، تحياتي يا فندم. شكرا يا فندم. دكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه، ادي اول فايده عملناها بكره الصبح. بكره الصبح وزاره الزراعه اللي في الدقي سهله يعني مش صعبه. وزير الزراعه هديكم الفيديو بتاع دلوقتي، واخد بال حضرتك؟ هو الوزير انا اضمنه يعني ما تقلقش، وبعدين الحكومه كلها مسؤوليتها مسؤوليه تضامنيه في القانون. تمام طبعا. فحضراتكم تروحوا بكره، ارجوك ما تخليهاش بعد بكره، عشان ال 52 مركز دول اصبحوا الان بوعد من الوزير امام الراي العام مفتوحين، عشان بقى اسراء وعشان اروى يعملوا الابحاث اللي هم عايزينها. تمام؟ تمام. هنكمل مع محمد وارجع لموسى بعدها. كمل يا محمد. فكنا بنحكي قبل ما يعني كنا بنحكي على البحث الاخير اللي احنا نشرناه في مركز الجينوم مع الدكتور شريف، ان احنا بنعمل خلايا سرطانيه تقاوم الخلايا السرطانيه دي، وان احنا قدرنا بعد كده ان احنا نرجع الخلايا السرطانيه اللي هي بتقاوم العلاج ديت لانها تبقى خلايا. طب نسبه النجاح قد ايه في التجارب؟ ده الفكره بقى. دلوقتي احنا خلصنا المرحله ديت من التجارب ونشرنا البحث، لان طبعا احنا مرغمين ان احنا ننشر ابحاثنا قبل ما نتكلم صحيح عنها، يعني عشان يعني لازم يبقى في كريديبيليتي في الحاجه اللي احنا بنقولها. المرحله اللي جايه دي بقى يعني هي مش بتاعتنا، هي هل زي ما حضرتك كنت بتسال دلوقتي ايه اللي انت تقدر تساعدني بيه؟ تقدر تساعدني بيه ممكن اوقفك ثانيه. قول لي يا دكتور، هو عمل اللي عليه، هو بحث علمي تحت اشراف استاذ متخصص، نقدر المجتمع يساعده ازاي؟ المجتمع يقدر يساعده ان هو يسهل له المرحله اللي بعد مخرجات البحث دي. يسهلها له ازاي؟ يسهلها له عن طريق حاجتين. اولا ان هو يوفر له الدعم اللازم ان هو ينقل للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه دي اللي هي تجربه الدواء اللي هو لقاها، او الكومبينيشن التشكيله اللي هو لقاها دي، التركيبه دي على مرحله البري كلينيكال على حيوانات التجارب. حيوانات التجارب دي محتاجه يبقى عندنا في مصر هنا انيمال فاسيليتي او مكان توفير نقدر توفير مكان نقدر حيوانات التجارب. بالظبط كده، وده مهم جدا حتى لصناعه الدواء. وفي توجه عام في الدوله ان صناعه الدواء عندنا هنا، صناعه الدواء بتزود الاقتصاد جدا، حاجة بتاع اقتصاد واكيد يعني. وفي دول مجاوره للاسف سبقتنا بمراحل في الموضوع ده. ثانيه واحده، حضرتك كنت رايح بكره لوزير الزراعه، الموضوع ده عند وزير الزراعه برضه، يعني اعتقد ان وزير الزراعه يستطيع ان هو يختم فيه. فارجو ان انتوا يعني نعمل بقى ورقه عمل كده بكره عشان تبقى الموضوع، لانه الثروه الحيوانيه هي جزء برضه من اختصاص وزير الزراعه، فاذا ده جزء مطلوب. ثم بعد كده لما الابحاث بتتم عليها تجارب اكثر نستطيع ان احنا ندخلها بقى في مجال التطبيق. بالظبط. بالظبط. فطبعا اللي بنتكلم عليه هنا ان احنا محتاجين الدعم في توفير الاماكن اللي نقدر نعمل فيها التجارب على حيوانات التجارب دي، علشان نتاكد ان اللي شفناه في المعامل في الخلايا اللي محمد بيتكلم عليها دي بنشوفه برضه في حيوانات التجارب على الهول اورجانيزم. وبعد كده بنبتدي بقى في اكتر من حاجه، ممكن بنديها لشركه دواء اوريدي كبيره تقدر بنبيعها لها، يعني مصر ممكن تبيعها لها مدينه. هو مجرد ما ينشر البحث يبقى صالح للبيع ولا لسه في مراحل اخرى؟ لا، ما احنا البحث بينشر ومع نشره بيتعمل فيه براءه اختراع، اثناء مرحله النشر بيتم الحفظ، وبالتالي هو جاهز تماما للاستخدام الصناعي او الزراعي. تمام. موسى شغال على ايه اليومين دول؟ انا حاليا شغال على المستشعرات الحيويه اللي هي mainly البايو سنسورز. المستشعرات الحيويه ديت ليها اهميه كبيره بالنسبه للساينس، بالنسبه للعلوم عامه، وبالنسبه للمجتمع بصوره اكبر. لو هنركز على اهميتها في المجتمعات، هي عامه المشاكل بتبدا تظهر، احنا عشان نعرف ان حصل مشكله معينه عامه بتبقى الجزء كبير من حل اي مشكله هو التشخيص المبكر ليها او معرفه المبكره صحيح لوجود المشكله ديت. فالمستشعرات الحيويه مينلي بتركز على ان انت تبدا تشوف المشاكل دي، العلاقه ما بينها وما بين اي ايفنتس بتحصل جوه الجسم، اي احداث بتحصل، وتبدا تستشعر الحاجات دي بمكوناتها الصغيره جدا. ده الارم الثاني اللي شغالين عليه في المعمل حاليا. نجحنا في ايه في المعمل؟ نجحنا في بناء مستشعرات للقياس سكر في الدم، اللي هي الجلوكوز في الدم. ده اهميته كان بالنسبه للناس عشان المركب اللي وصلنا ليه دوت، او الشيب اللي وصلنا ليه
عرف يديتكت الجلوكوز في الدم افضل 10 مرات من الاوريدي افيلبل في الماركت، من الموجود في الماركت حاليا. الجزء الثاني اللي شغالين عليه هو الديتكشن بتاع البكتيريا او الاحساس بوجود البكتيريا، ايه اهميته يعني بالنسبه لجوه جسم الانسان. عامه اللي بيحصل لما بيحصل امبلمنتيشن لاي اجهزه جوه الجسم، شبه دخول لاي اجهزه، دخول لاي اجهزه مين اللي شبه الدعامات القلب، شبه واتيفر يعني اي حاجه مثيله ليها، بيبدا يتكون من المشاكل الكبيره ان بيحصل لها ريجكشن جوه الجسم، بيحصل لها رفض بسبب الاميون سيستم الجهاز المناعي بتاعنا. او الجزء الثاني وده المسبب الكبير هو تكون بايو فيلم عليها. فانتوا عملتوا ايه بقى؟ بدأنا ان احنا نوجد طريقه جديده في الديتكشن بتاع البكتيريا ديت او الفورميشن بتاع البايو فيلم عن طريق الالكتروكيميكال بايو سنسور. واوريدي نشرتوا حاجه في هذا الاتجاه؟ اوريدي اتنشر، معمل نشر في بيبر وفي بيبر ثانيه في اون ذا واي في التراك. ده ميل الدايركشن اللي شغالين فيه حاليا. اهميه الابلكيشنز بتاعته كم نيكست يعني الفتره اللي جايه. بالنسبه للجلوكوز اتنشر اوريدي السيستم دوت او الجهاز اللي بيديتكت الجلوكوز بمعدل افضل اكبر افضل 10 مرات من الموجود. ثانيه واحده حضرتك بتكلمني، اصل انا كنت بقاعد في اجتماع عن هذا الموضوع اللي هو تنقيه الجلوكوز، لانه ده احنا بنستورد جلوكوز كتير جدا وفي ناس بتفكر تصنعه هنا في مصر، فهناك تقنيه لتقنيه الجلوكوز او لصناعه الجلوكوز، صحح لي. هو ده يعني صوره مختلفه شويه، هو ده مرتبط بمرض مرض اللي هو عامه بتبقى مشاكل في الدايبيتس. السكر بيبقى المعدل السكر في الدم بيبقى محتاج لتشخيص، بالتالي عشان تلحق المريض بيحصل له اي مضاعفات بسبب المرض اللي هو مشخص بيه. موسى لو الدنيا كلها بتسمعك دلوقتي والراي العام كله بيسمعك، تفتكر الناس تقدر تساعدك ازاي؟ هي المساعده مبدئيا كان فكره جامعه زويل كانت مساعده لينا كشباب. صحيح. معنويه وماديه من ناحيتين، مساعده معنويه بان انت لقيت الانفايرمنت البيئه الصحيه اللي انت تتعامل فيها مع باحثين على مستوى عالي عندهم خبره دوليه. المساعده الماديه كان في وجود اجهزه. ايه تاني المجتمع بيسمعنا؟ ايه اللي انت طالبه تاني؟ ده اللي انا اتوفر لي في الفتره اللي فاتت. تمام. اللي طالبه في الفتره اللي جايه وده كان زميلتنا اتكلمت فيه برضو، فكره تسهيل دخول الكيماويات. دي الحقيقه هي مشكله كبيره جدا من المشاكل اللي بتواجهنا. انت ممكن تقعد 3 4 شهور مينيمم 3 شهور عشان توصل لك الكيميكالز اللي انت تبلان انت تستخدمها في مشروع معين. فدي يعني الماده توفرت لكن بس دخولها من الجمارك محتاجين ما بالزبط. هي المواد المتعلقه بالبحث العلمي يعني تدخل بشكل اسرع. الشيبمنت اللي هو ارسال الشحن لازم تدخل مش اكتر من اسبوعين. تمام. لكن هي مشكله. هوقفك ثانيه واحده يا موسى، كان بيسمعك طول الدقائق اللي فاتت دي الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، كان بيسمعك يا موسى لان انت التارجت بتاع وزاره البحث العلمي. دكتور عصام مساء الخير. الو دكتور عصام. انا يا حضرتك سامعني؟ انا سامعك كويس. حضرتك سمعت موسى الباحث في مدينه زويل؟ ايوه يا فندم سامع جزء من حديثه. طيب هم يعني احنا عندنا تجربه النهارده في برنامجنا اننا جبنا الناس بتوع البحث العلمي، انت عارف سياده الرئيس في اجتماعه وفي الندوه اللي عقدت بحضور وزير التعليم العالي اكد على اهميه البحث العلمي وقال قولوا المعطيات اللي عندكم للناس بتوع البحث العلمي، فالنهارده قررنا ان احنا نجيب الناس دي ونسمع ليهم. طلع عندهم مشكله ان المواد اللي بيستخدموها في المعامل بتتاخر في الدوائر الجمركيه. نعم. طيب ايه رد حضرتك؟ اقول لسيادتك حالا يعني احنا دلوقتي بكره ان شاء الله بكره مشيئه الرحمن يوم 2 في الشهر المفروض في مجلس النواب هيعقد الجلسه بتاعته بمشيئه الرحمن يتم اقرار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. القانون ده هو له فلسفه. ايه الفلسفه بتاعته؟ البعد الاقتصادي، يعني الاداره الاقتصاديه لمخرجات البحث العلمي. القانون ده فيه 10 مواد بالظبط، الهدف الرئيسي انه يحفز البحث مش عشان يحقق ارباح، انما اهم حاجه يطلع لينا مخرج يفيد المجتمع المدني. طيب علشان نقول هذا الكلام، اولا كجامعات حكوميه وليس الجامعات الخاصه، هو ما كانش لينا الحق في انشاء الشركات الناشئه السبين اوف كومبانيز او ستارت اب كومبانيز. النهارده بنقول من خلال هذا القانون سيكون لنا هذا الحق، وده شيء احنا كنا
بنحلم به كباحثين بيصل بيهم البحث للدرجة التطبيقية. وطبعا لما بقول هذا الكلام كشركات يبقى لازم قبلها يكون في الحاضنات، وطالما ان قلت الاثنين موجودين يبقى بننتقل الى ما يسمى بأودية العلوم والتكنولوجيا. كل ده اصبح النهارده يحق لينا باذن الله بعد اقراره بكره في القانون، قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. برضه من ضمن المواد الجزء اللي حضرتك ذكرته حالا اللي هو الاعفاء، الاعفاء الجمركي من المواد اللي احنا بنستخدمها في المشروعات، ده بالفعل منصوص عليه في احد المواد، ده بالعكس ده احنا عايزين كمان رجال الاعمال ان هم يقوموا بالفعل بتقديم المساهمات والمساعدات ويتم خصمها من الارباح والخسائر. ده دورنا احنا يا فندم، احنا بنتعهد فينا في الاعلام ان احنا نكون حلقه الوصل بين البحث العلمي وبين رجال الاعمال. لكن انا بتكلم دلوقتي الاعفاء الجمركي، حضرتك بتقول لي بكره قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا سيتم الموافقه عليه ثم ينشر في الجريده الرسميه ويصبح قابل للتنفيذ. بالظبط كده، بعد طبعا وضع اللائحه التنفيذيه الخاصه به. لا ممكن اللائحه تبقى بعد صدور القانون، مش مشكله. تبقى بعد القانون، مع القانون بيطلع بنعمل له اللائحه التنفيذيه علشان يتم التطبيق بتاعه. تمام. ده في حاجه ثانيه كمان من المواد اللي هي موجوده في هذا القانون، لان احنا الحقيقه كاساتذه يعني مش يعني كاستاذ عارف كويس قوي المعاناه اللي بيعانيها البحث من ضمن حاجات. على سبيل المثال بنتكلم على الاعفاء الجمركي، وكذلك بتفاجئ انك انت عندك مشروع بتاخده من جهه داعمه لفتره زمنيه مثلا سنه او سنتين لازم تخلص فيها كل حاجه. لا يمكن ابدا ان انا افضل انتظر في قانون المناصات لفترات زمنيه طويله وبعدين تقع مني المناصه لاي سبب من الاسباب، اختلاف السعر ايا كانت، وبعدين تعيد من اول وجديد والجهات الداعمه تقول لك في الاخر فين الفلوس بتاعتي، انت النهارده ما قدرتش توفي بالفتره الزمنيه انك تخلص فيها المشروع وتنتج منه المنتج اللي هو كان موجود ايا كان نوع المنتج، بحث منشور، براءه اختراع، بروتوتايب. فالنهارده اصبح في ماده ثانيه موجوده في هذا القانون ايضا اللي هي الشراء بالامر المباشر بعد موافقه الوزير المختص. عايز اطلب من حضرتك طلب. اتفضل. موسى السيد ومحمد عاشور دول اتنين من الشباب، معرفش حضرتك بتتفرج علينا ولا بتكلمنا من خلال التليفون. أيوة. اللي باحثين في مدينة زويل، يمكن يكونوا نموذج لطلبة آخرين أو لباحثين آخرين. هستثني بكرة عشان بكرة في برلمان ومناقشات، هل ممكن بعد بكرة نستأذن حضرتك أنك تستضيفهم في مكتبك في دردشة علمية كده عشان نقدر من خلال هذه الدردشة نوصل لحاجة؟ أوي طبعا، أوي شرف. طيب بعد بكرة الساعة 12 كويس؟ بعد بكره اللي هو هيبقى يوم الثلاث باذن الله يا فندم. ايوه بالظبط كده الساعه 12. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيك. خلاص يبقى حضرتك سجل عندك لو سمحت الاستاذ موسى السيد والاستاذ محمد عاشور على موعد مع نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي الدكتور عصام خميس. دكتور عصام انا بشكرك على التعاون جدا، وده تاني ميعاد احنا خدناه خلال ساعه. انا عايز بقى الهوم ورك الباقي عليكم، يعني حضرتك ما تسيبش نائب الوزير الا لما تطلع بفايده. انا دوري اوصلكم ببعض، حضرتك بقى كمل على قد ما تقدر. انت مش بتمثل نفسك، انت بتمثل زويل كلهم، وشوف ايه طلباتك، اعمل ورقه عمل اعرضها عليه، تناقش بعد بكره يوم الثلاث الساعه 12 في وزاره البحث العلمي. الدكتور عصام خليل في انتظار، عصام خميس في انتظار حضراتكم. بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نعمل حاجه، بنحاول نقول لكم انه في الوقت اللي فيه ناس فيه بتلعب تروح السينما، وانت اكيد برضو تروح السينما يعني مش معقوله، لكن لانه ما فيش القاء ضوء شويه على موضوع البحث العلمي، فانت يعني لو كنت بتغني يمكن الناس كانت عرفتك اكتر، لو كنت بتعمل كانت الناس يعني. فلا انا عايز اقول لك ان لو البلد دي امنت باللي انت بتعمله بجد ووقفت وراك بجد ما كانش ده بقى حالنا. هي دي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها في الفترة القادمة. في أي حاجة تانية عايزين تقولوها؟ أي رسالة تانية نفسك المجتمع يسمعها؟ هو من اللي المشاكل اللي بتواجه أي باحث اللي احنا وضحناها، هو واضح برضو أن نائب للأمانة يعني نائب الوزير كان فاهم، يعني كان فاهم مشاكل البحث العلمي دي حقيقة. وأنا كنت شرفت أن حضرت لي قبل كذا ليكتشر في اسكندرية، كان فكرة فكرة تحويل البحث العلمي لمنتج. فبالتالي هي المشاكل، لو هنرجع للنقطة الأساسية، المشاكل اللي بتواجهنا هي مشاكل عامة، أظن عامة بالنسبة لكل الباحثين، وهي الاستخلاص الجمركي. خلاص دي إن شاء الله القانون اللي هيقر بكرة واللائحة بتاعته هتكون، يا رب اللائحة ما تقعد وقت طويل بس، وتكون دافع في هذا الأمر. تمام. محمد عاشور.
أنا الحقيقة يعني عايز أركز قوي على كلمة لو المصريين اهتموا أو لو المصريين يعني كانوا مؤيدين لهذا الحلم، لأنه في أي دولة في الدنيا الشعب هو اللي بيدفع البحث العلمي، مش الباحثين ولا الحكومات ولا أي حد تاني. صحيح. لو الشعب المصري صمم إن يبقى فيه، زي ما الشعب المصري هو أوريدي خد قرار إن يبقى فيه مدينة زويل للعلوم، وخد قرار إن يبقى فيه عندنا أقسام متميزة للأبحاث وعندنا مراكز بحثية للأبحاث منفصلة تماما عن موضوع ان انت تجيب طالب وتدرس له والكلام ده، الشعب المصري هو اللي احنا بنراهن عليه. ان احنا محتاجين الحقيقة ان احنا دعم المصريات والمصريين للابحاث اللي احنا بنعملها، دعم مباشر منهم، مش مجرد ان احنا منتظرين لوائح او قوانين او غير كده. ناخد الاثنين، يبقى احنا في انتظار اللوائح والقوانين وايضا الدعم. انا بشكركم جدا، فاضل لي منى الصرفي وعمرو حفناوي، الاثنين كمان هيشرفونا النهارده، وبجدد الترحيب بالدكتور شريف والدكتور ابراهيم. هنحاول نعمل حاجه، هنحاول نسمع يعني، عارف حاسس انت كده لما تكون بتزرع زرعه وده وقت الحصاد، هم دول يعني هو ده طبعا احساسكم انتم مختلف، انا بتفرج لكن انتم معاهم من البدايه يعني، فيمكن هو ده الفرق. واجمل حاجه في الدنيا مش لا الفلوس ولا المناصب، هي علاقه التلميذ بالاستاذ. لما مهما حصل انا دلوقتي بشوف اساتذتي في القانون ببقى متمني ان انا اسلم عليه واكون جنبه. فالعلم ده رساله مهمه جدا، حتى لو لقيتهم مهتمين بالاغاني، سيبك من الاغاني دي ما تبنيش اوطان. عمالين نقول للناس كده من ساعه ما طلعنا في البرنامج، كتر الاغاني ده دوشه على الفاضي، الاوطان بتبنى بالعلم والعمل. صح الله يا محمد؟ لا طبعا. طيب هطلع فاصل واستقبل منى الصرفي وعمرو حناوي الباحثان في مدينه زويل للعلوم بعد فاصل قصير في الحياة اليوم. خليكم معنا. بستكمل مع حضراتكم باقي فقرات الحياة اليوم النهاردة، ومستمرين بفقرة البحث العلمي اللي احنا من البداية كان عندي 4 من الضيوف من الباحثين في مدينة زويل، وبيشرفني في يعني الفقرات كلها الدكتور شريف محمد والدكتور إبراهيم محمد. لكن اسمحوا لي أرحب باللي انضموا إلينا، الأستاذة منى الصرفي الباحثة في مدينة زويل، أهلا بك يا منى. الأستاذ عمرو حفناوي الباحث بمدينة زويل، أهلا وسهلا. سريعا منى، بتشتغلي على إيه اليومين دول؟ طيب احنا شغلنا هدفه ان احنا بنحاول نكتشف ادوار جديده للجينات عشان نقدر نربطها بالامراض الوراثيه، فده بيسهل تشخيص المرض وعلاجه. يعني احنا ان انت نلاقي علاج لمرض، اهم حاجه ان احنا نكتشف اصلا بيحدث ليه. فان احنا نكتشف دور جين معين في تطور مرض بيخلينا نشخصه بشكل احسن، وبعد كده نلاقي له علاج بشكل متخصص اكتر. حاجه اسمها البيرسونلايزد ميديسن او الطب الشخصي، ان كل مريض لازم ياخد دواء متخصص لعلاجه هو بس، مش مجرد دواء بيكون مش متخصص قوي فبيؤدي الى اثار جانبيه اكتر ما هو بيفيد المريض. فاحنا بنحاول ان نكتشف ادوار جينات جديده مش معروف انها بتلعب دور معين عشان نقدر نربطها بالامراض الوراثيه. فانا في مرحله يمكن شغلي شويه مختلف عن زمايلي اللي طلعوا قبليا، ان انا في مرحله حاجه اسمها البيسك ريسيرش او الديسكفري ساينس، وده اللي هو بدايه طريق البحث العلمي، ان احنا بنكتشف حاجه على اساسها زمايلي اللي هم بيشتغلوا في الابلايد يقدروا يطبقوها. تمام. فاحنا كده بنحاول نكفر كل الرينج بتاع البحث العلمي من اول ما نبتدي في البيسك لحد ما نوصل لحاجه ابلايد او برودكت. ايه المرحله دي دكتور شريف علميا وصفها لنا؟ ممكن ده يكون مجال منا موجوده فيه، لكن اعتقد في زمايلها اكتر بيمروا بنفس المرحله. ايه المرحله دي؟ هي الحقيقه منا اثرت نقطه مهمه جدا، ان احنا بنتكلم على التطبيق، والتطبيق مهم جدا في مصر. ولكن احنا مش ممكن هنطبق حاجه من غير ما يبقى عندنا قاعده قويه جدا للديسكفري ساينس او البيزك ساينس، علوم الاكتشافات، هي اللي تكتشف حاجه في الاول خالص. وده لو تبص على كل اللي خدوا او اغلب اللي خدوا جوائز نوبل خدوها مالي علشان اكتشافات اساسيه في العلوم الاساسيه، سواء كانت طبيه او في الكيمياء او الفيزياء، نتج بعد كده عنها التطبيق. فده اللي احنا بنعمله في مدينه زويل، واحنا لسه عاملين مؤتمر من حوالي يومين اسمه الطب الشخصي من الاكتشاف الى علاج المريض. فجبنا فيهم الخبراء في جميع المجالات، حكوا لنا القصه من الاول خالص زي اللي منا بتقول عليه، ده اللي هو الديسكفري ساينس، بتشوف علاقه الجينات وارتباطها بحدوث الامراض، ومش كده وبس، علاقه الجينات وازاي بتقدر تتحكم في استجابه المريض للدواء. يعني استجابه المريض للدواء، ممكن انا وحضرتك يجي لنا مرض معين بناخد نفس الدواء، ممكن انا استجيب وحضرتك ما تستجبش لان التركيبه بتاعتي غير بتاعتك. صحيح. فالحته دي لازم نفهمها كويس قوي قبل ما نعمل دواء جديد
لحضرتك. فبالتالي في باحثين زي منا موجودين في مدينة زويل لهذا الهدف. لهذا الهدف. تمام. عمرو قول لي بتعمل ايه من دول؟ انا نفس الهدف، احنا عايزين نعمل ادويه اثرها الاجنبيه اقل شويه، بس احنا مش بنعمل ادويه جديده، احنا انا دوري توصيل الدواء لمكان المرض بس. انا شغلي كله تقريبا على الكانسر، اشتغلنا وصلنا الدواء للبرين كانسر، سرطان المخ وسرطان الرئه ده اللي شغالين عليه حاليا، وسرطان الكبد طلعنا نتائج المفروض تنشر قريب قوي، وعندنا نتائج برضو سرطان القولون. فكره المشروع ايه؟ ان انا عندي اوريدي بالفعل ادويه كويسه جدا وليها تاثير بتموت الورم. تمام. بس زي ما احنا بنشوف يعني ربنا يعافي كل الناس، بتشوف مرضى السرطان بيعانوا مثلا من صحيح تساقط الشعر، بيعانوا من انيميا حاده جدا. ليه بيعانوا الحاجات دي؟ دي مش سبب المرض، ده سبب اثار جانبيه للدواء نفسه. يعني الدواء بيخش، فاحنا دلوقتي بننقح الدواء اللي موجود اوريدي كي نتجنب الاثار الجانبيه. احنا مش بنغير في الدواء نفسه، بس ايه، هو دلوقتي الورم في المخ، لما الدواء يروح على المعده هيروح على الكلى هيروح هياثر في كل حته. احنا بنخلي الدواء ده يروح مكان الورم بس، يعمل دوره في الورم بس، ما ينتشرش في الجسم كله. يعني لو اخذت دلوقتي عينه من عند الدم مش هلاقي الدواء موجود، لو اخذت عينه عند الورم نفسه هلاقي الدواء ده موجود هناك، فبيأدي دوره بفعاليه كبيره جدا وما بيبقاش فيه اثار جانبيه. في نسب للتجارب؟ احنا حققنا في موضوع مثلا المخ، كان في نسبه، يعني حققنا نسبه كبيره جدا، وصلنا مثلا 84% من الدواء من الجرعه اللي خدناها وصلت للمخ. مقارنه بالابحاث اللي قبل كده لا، دي نسبه كبيره جدا كويسه قوي. فدي لما تقارن انت دلوقتي الدواء اللي احنا استخدمناه ده لحد دلوقتي بيستخدم ازاي؟ هو بيتحقن في الدم، بينتشر في الجسم كله، وبنقول ان في جزء من الانتشار ده هيروح لمكان الورم. لكن دلوقتي من المقارنه لا، 84% دي نسبه طبعا تقريبا معظم الدواء. وانت بتستعد للنشر في ده؟ لا، ده بالفعل اتنشر. اللي بنستعد للنشر بتاع الكبد ده المفروض خلصنا الحمد لله النتائج كويسه جدا، بس المفروض نشر قريب. والقولون دي 12 اللي كان زمايلي شغالين عليها وطبعا. تمام. دكتور ابراهيم كنت بتكلمني عن حاجه موضوعيه لعلاج الكانسر بتشتغلوا عليها. الكانسر الجروح. الجروح. الجروح تمام. زي ما قلت لحضرتك في البدايه خالص ان احنا بنشتغل على نوعيه جديده من المواد بنسميها المواد الذكيه المشكله بالنانو اللي هي النانومتريه. المواد دي لما بناخدها بعد كده ونطبقها في تطبيقات طبيه بتحل لنا مشاكل كثيره جدا اللي موجوده حاليا. هدفنا ان احنا نتارجت مشكله واقعيه موجوده في المجتمع المصري. ركزنا في البدايه على مرضى السكري. مرضى السكر في مصر عددهم يتجاوز 10 مليون مريض، ده عدد كبير جدا. طبعا. فحاولنا نقترب من حل المشكله دي من زوايا مختلفه. في البدايه اشتغلنا وصممنا ضماده ذكيه لعلاج جروح مرضى السكري. حضرتك عارف ان الجرح عند مرض السكر جرح صحيح معقد جدا. التئامه بياخد وقت كبير جدا، وساعات للاسف الشديد بيتضاعف وبيحصل فيه مشكله كبيره جدا تؤدي لغرغرينا وبتر. وعلى فكره رقم يخض جدا، نسبه مرضى السكر ودي نسبه عالميه المعرضين للبتر 25%. يعني انا بتكلم على 10 مليون او 11 مليون في مصر، فانا بتكلم على 2.5 مليون مريض سكر عندهم خطر كبير جدا نتيجه. فاحنا عملنا ضماده ذكيه من ناحيه ايه بقى؟ ذكيه انها بتتلزق على الجرح مره واحده بس. أي. فيها مؤشر، المؤشر ده بيتتبع مراحل التئام الجرح. أي. فالمريض عمال يتابع تغير اللون وعارف ان الجرح بتاعه ماشي في مراحل التئامه. لحد ما يوصل لون معين خلاص كده عارف ان الجرح التئم، ساعتها بيشيل الضماده. عشان كده ما بيحتاجش يغير على الجرح، هي بتلزق مره واحده بس. مش بس كده، كمان ذكائها بيتمثل في انها بتساعد خلايا الجلد انها تنمو نمو طبيعي وتلتئم سريعا، وبالتالي ما بقاش فيه ندبات. صحيح. وكانها عمليه تجميل. اضف الى ذلك كمان دي اوريدي موجوده؟ ده البروتوتايب بتاعها موجود وسجلناها في امريكا وفي الاتحاد الاوروبي. ايوه. والوقت ان شاء الله تعالى في مرحله التسويق بتاعتها. الحاجه الثالثه كمان ان هي اللي بتعالج الجرح بشكل سريع جدا، بنتكلم على 9 ايام بحد اقصى 20 يوم. معلش صحح لي لو انا غلط. اتفضل. معنى ان حضرتك سجلتها انها لم تخترع من قبل، يعني ده اختراع طبعا فن جديد. تمام. مصري بحت. مصري بحت. وده هينزل السوق قريب. احنا نشرنا حتى منها جزء اولي لا يتعدى 10% من نتائج البحث ده في مجله كبيره جدا، ولسه 90% من اللي ما اتنشرش كنا مستعجلين بس نسجل ونخلص الحاجات دي. فالحمد لله احنا معانا في ايدنا بروتوتايب تم تجربته على حالات التجارب كلها، وان شاء الله بنبدا بناخد موافقات بتاع وزاره الصحه. طيب. الفتره الجايه عشان نبدا ننزله كلينيكال ترايلز. تمام. منا وعمرو سريعا، وممكن يكون ناس بتسمعنا دلوقتي اصحاب قرار في موضوع البحث العلمي، ايه اللي مطلوب من الدوله؟ ايه اللي مطلوب من المجتمع؟ ايه اللي مطلوب من الراي العام عشان نساعدكم؟
طيب هو اول حاجه طبعا الدعم المعنوي والمادي يعني. المعنوي احنا معاك نعمل حلقه كل شهر طبعا احنا البحث العلمي عشان نكتشف اي حاجه محتاجين انفستمنت او استثمار كبير قوي طبعا، فاكيد الدعم المادي ده حاجه مهمه احنا محتاجينها. الحاجه الثانيه طبعا انا اتفق جدا مع اروى وموسى قبليه ان مشكله الكيماويات بتتاخر علينا جامد، واضح انها مشكله عامه. طبعا مشكله عامه في مصر كلها وفي دول ثانيه كمان زي تركيا وزي دول ثانيه يعني. تمام عمرو. انا عندي نقطتين. النقطه الاولانيه هي تشمل موضوع الكيماويات بس بشكل اوسع شويه، هو الروتين بشكل عام يعني. في كذا موقف كان ان احنا نبدا مشروع مثلا بناخد موافقات او مثلا نحتاج نفتح حساب في مكان معين في بنك مركزي مثلا، فيحتاج فتره طويله جدا عشان نعمل حاجه زي كده. فدي الاجراءات لو تكون في مثلا حاجه مخصصه للبحث العلمي او للجامعات او كده فده يكون يسرع الموضوع. ليه؟ لان احنا في البحث العلمي احنا في منافسه في صحيح. العالم انا مش هنشر الفكره دي غير هنشرها في امريكا، صحيح. غير هنشرها في انجلترا، صحيح. فانا اتاخرت حاجه زي كده. النقطه طيب. الثانيه سريعا اتفضل كمل. فكره ان توجه رجال اعمال ماشي، هقبل الافكار اللي طلعت واحاول اتبناها، دي نقطه. بس النقطه الثانيه لو رجل اعمال عنده مشكله او فكره منتج يجي جماعه ويقول انا عايزكم تعملوا كذا كذا، صحيح، وده انا هتبناه لما تطلعه لي. ماشي، ده يكون كويس. بيسمعنا دلوقتي الاستاذ الدكتور جمال شيحه رئيس لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وهو ايضا رئيس مجلس امناء مؤسسه الكبد المصري، راجل بتاع علم برضه وساهم كثيرا في علاج المرضى. دكتور جمال مساء الخير. مساء النور. الو، ايوه مساء النور، ازاي حضرتك؟ ارجو تكون سمعت جزء من الحوار اللي كان داير اخر حاجه بس. طيب دكتور جمال، احنا قررنا انه بدل ما نطلع الناس اللي بتعلي صوتها وتعمل مشاكل ونطلعهم نجوم في الاعلام، قررنا نجيب الناس بتوع البحث العلمي. فاستضفنا النهارده 8 من طلبه البحث العلمي في مدينه زويل، معايا منهم دلوقتي منا وعمرو، وكانوا بيتكلموا عن بعض معوقات، وانا عارف انه حضراتكم هتناقشوا قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا، ويعني المعوقات دي بتتمثل في الروتين، في الحاجات المواد اللي هم بيعملوا عليها التجارب بتتاخر في الجمرك، اشياء من هذا القبيل. يقدر يعمل ايه رئيس لجنه التعليم والبحث العلمي لهؤلاء الباحثين؟ ان شاء الله غدا مش هيناقش، هيصدر ان شاء الله القانون. صحيح. لانه تمت الموافقه المبدئيه من حوالي 3 اسابيع، ولكن لانه اعتبرناه احد القوانين المكمله للدستور، لان البحث العلمي بيتطلب اغلبيه محدده، هيحتاج الى اغلبيه 2/3، وده ان شاء الله هيعرض على المجلس بكره للموافقه النهائيه عليه، وباذن الله يصدر غدا هذا القانون الذي قلت اثناء اقناع اعضاء المجلس به ان بعده لن تكون مثل مصر، انا ثوره حقيقيه يحقق كل الكلام اللي الزملاء قالوه دلوقتي، ويعطي للبحث العلمي كل التسهيلات، ويعطي للجامعات الحكوميه المصريه مراكز البحث المصريه كل الصلاحيات ان تنشئ شركات وتشترك وتدخل في شركات في الداخل والخارج لبراءات الاختراع، وان تحول براءات الاختراع الى منتجات اقتصاديه، وده هو سر تقدم العالم كله ولغايه النهارده ده مش موجود في مصر. تمام. دكتور جمال عندي حاجتين، معلش اسمح لي. اتفضل. القانون هيصدر بكره، سينشر في الجريده الرسميه، هنبقى في انتظار اللائحه التنفيذيه. اللائحه التنفيذيه في اقل من 3 شهور ان شاء الله هي شبه جاهزه. ويعتمدها رئيس الوزاره. بالظبط، وينشر في الجريده الرسميه، وبعد نشره في الجريده الرسميه بقول لحضرتك انه سيتغير شكل الجامعات المصريه تماما. طيب. وسيتغير شكل مراكز البحوث المصريه تماما. طيب هل تضمن القانون اي نوع من انواع الاعفاءات الجمركيه او التسهيلات الجمركيه؟ الناس مش بتتكلم على الاعفاء قد عايزين دايره جمركيه وحيده مثلا البحث العلمي. انا هقول لحضرتك جامعه زويل انشئت بقانون خاص. صحيح. كان فيه تسهيلات جمركيه وضرائبيه،
ولكن عند التطبيق استطاعوا ان يفرغوه من مضمونه، وفي موافقه على دخول حاجات من سنه 2014 والزملاء يعلموا ذلك، وزير الماليه كان لسه ما مضاهاش لغايه قريب. فاحنا وضعنا في القانون الجديد انه بموافقه الوزير المختص واختار سيد وزير الماليه، لن ننتظر توقيعه، هو مشغول في حاجات تانية والبحث العلمي لا ينتظر. مفيش حاجه اسمها بحث علمي او مشروع بحثي يقف سنه عشان امضه حد كائنا مكان هذا الحد. تمام، مفيش بلد في العالم بتعمل كده. طيب دكتور جمال، ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اتفضل. احنا معانا دلوقتي اروى ومعانا عمرو، هل ممكن بعد ما القانون يطلع بكره باذن الله، بعد بكره نطمع ان هم يجوا يقابلوا حضرتك في البرلمان عشان يبقى دافع ليهم في حياتهم ان هم قابلوا رئيس لجنه التعليم والبحث العلمي وتتناقشوا، يمكن تشعر بمشاكلهم وتحل يعني؟ قوي قوي. هم في انهي جامعه؟ هم في جامعه زويل. انا زرتهم بالفعل يا فندم من شهرين ثلاثه. احنا اولاد النهارده يا فندم، وانا جاهز يشرفوني يوم الثلاث الساعه 12. كويس. يوم الثلاث الساعه 12 هنبقى في مدارس النيل، فيقولي بكره. بكره الساعه كام يا فندم؟ بكره هيقولي الساعه 2. الساعه 2 هيكون عند حضرتك اروى احمد لا منى الصرفي وعمرو حفناوي، هيكونوا في البرلمان المصري عند الدكتور جمال شيحه. وانا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الايجابيه. سيب اسمهم على الباب بقى والنبي دكتور جمال عشان في تعب في الدخول. ربنا يخليك. بكره الساعه 2 تمام. يبقى منا وعمر بكره هتروحوا لدكتور جمال شيحه، مش بس رئيس لجنه، مش عضو، هو عالم يعني راجل. لغه الحوار بينكم هتبقى مشتركه ومفهومه، وتبقوا زرتوا البرلمان كمان، تشوفوا البرلمان بتاعنا شكله عامل ازاي، وتطلبوا من الدكتور جمال ان انتوا وللتاريخ يعني تحضروا مناقشه هذا القانون او الموافقه النهائيه على هذا القانون، وتقولوا له كل اللي جواك، ويمكن يعني تطلع حاجات وتبقى في حاجات ايجابيه. خدنا كم ميعاد لحد دلوقتي؟ ثلاث مواعيد. وزير الزراعه ادي ميعاد، ودكتور جمال ده، ونائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي ده ميعاد ثاني، ورئيس لجنه التعليم هو الدكتور جمال. احنا ماشيين صح؟ تمام. طيب نكلم الاساتذه بقى. انا مش عايز اتكلم عن مدينه زويل بس، انا عايز اتكلم على البحث العلمي ككل. يعني هل البحث العلمي في مصر الان حتى مع توجه السيد الرئيس وحتى مع توجه الحكومه، هل لحد هذه اللحظه مفيش نظره مجتمعيه له، مفيش تقدير معين له؟ ما بتكلمش بقى عن المشاكل الماديه او عن هذه الاشياء، بتكلم عن التقدير المعنوي. يعني حضرتك مثلا لما تيجي تقول معقوله انا ابقى قاعد تعبان في اللي انا فيه ده كله ولا استضاف في البرامج ولا يعني تسليط الضوء عليا، ازاي نقدر نتكلم في الحكايات دي؟ ازاي نقدر نلاقي حل للكلام ده؟ هو قبل حته تسليط الضوء في البرامج دي مهمه برضه، بس في نقطه قبلها مهمه اللي هي ممكن تصلح حاجات كتير، هو نظام البعثات بشكل عام. الابتعاث. الابتعاث. نظام الابتعاث، الدوله بتصرف مبالغ كبيره قوي انها تبعت الناس بره علشان تتعلم تاخد دكتورات، بس المشكله في ايه بقى؟ ان اللي فيه منهم بيرجع، طبعا لو طالع بعثه بيرجع، بس بيرجع ما بيلاقيش البيئه اللي تحضنه وتوفر له المناخ اللي يقدر يشتغل زي ما حضرتك بتقول كده، يلاقي الناس كلها بتهتم بيه وتوفر له الحاجه اللي يقدر يستغل بيها اللي اتعلمه بره. فبيعمل ايه؟ بيقوم يا اما يسيب البلد ويمشي، بيسميها البرين درين، ان البلد بتفقد العقول بتاعتها وناس بتطفش وما بتقعدش هنا. او ان هو بيقعد بس بيتجه بقى اتجاهات اخرى غير ان هو يطبق اللي اتعلمه للدوله صرفت عليه عشان يتعلمه بره. فانا بتخيل يعني ان هي دي المشكله الكبيره، والبلاد اللي سبقتنا احنا نحاول بقدر المستطاع ما نخليش هذه العقول تهاجر لبره مصر. لا 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 خالص. هوقف حضرتك ثانيه واحده، معانا مثال من كاليفورنيا بيكلمنا على التليفون دلوقتي الاستاذ الدكتور هشام العسكري، استاذ الاستشعار عام حضرتك تعرفه؟ اسمع تسمع عنه كمان. طيب دكتور هشام مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور خالد، اهلا بحضرتك. يعني في الوقت اللي حضرتك بتكلمنا من كاليفورنيا دلوقتي معانا منى الصرفي وعمرو حفناوي، هم يا دوبك على سلم البحث العلمي بيبداوا في مدينه زويل للعلوم
بيبقوا موجودين ومعانا اساتذتهم والدكاتره اللي بيشتغلوا معاهم، وحتى لما سمعوا اسم حضرتك لقيت كده في نوع من البشاشه في وجوههم. تقدر تقول لهم ايه؟ ايه الرساله اللي ممكن حضرتك توجهها لهم وهم في طريقهم في بدايات البحث العلمي؟ والله انا احب اشكر حضرتك على المداخله، وبحب طبعا اوجه تحيه لكل الباحثين اللي مع حضرتك والدكاتره اللي موجودين من جامعه زويل. طبعا انا بحيي الدكتور شريف خليف طبعا على المجهود الرائع اللي بيتعمل في الجامعه، وانا شايف ان شاء الله ان المستقبل هيكون في الناس اللي قاعده مع حضرتك او شباب الباحثين اللي قاعدين مع حضرتك. الناس ديت لازم يبقوا عارفين ان هم بيعملوا حاجه مفيده جدا وحاجه الدوله محتاجاها والناس كلها محتاجاها والبشريه محتاجاها. البحث العلمي هو القاطره اللي احنا محتاجينها علشان التنميه وعلشان نعالج مشاكل كبيره جدا. انا كنت سامع الدكتور هو بيتكلم على العقول المهاجره وعلى الناس اللي هي بتطلع بره في بعثات وبترجعش، ما بتلاقيش البيئه اللي تقدر تحتضنهم والبيئه اللي تقدر توفر لهم نفس الامكانيات او نفس على الاقل الـ يعني الانفايرمنت اللي هيقدروا يبدعوا فيها. ولكن انا شايف ان مدينه زويل اصبحت بتحقق ده. يعني انا على تواصل دائم مع ناس كتيره جوه المدينه، وكان ليا الشرف ان انا القيت اكتر من محاضره في المدينه، وعلى تواصل شخصي مع الدكتور شريف، وبنحاول ان احنا نعمل يعني بعض المساعدات من كاليفورنيا. لسه احنا في الطريق ده وفي سبيلنا ان احنا نعمل حاجه زي كده. فانا شايف ان هم they are addressing حاجات يعني pioneering فيها، سواء كان نانو تكنولوجي، سواء كان هندسه اقمار صناعيه او هندسه سبيس ساينسز. في بعض البروجرامز الموجوده عندهم في مدينه زويل حاجات يعني فيري اب تو ديت. فلازم الشباب الباحثين اللي هم موجودين في المدينه حاليا واللي هم بيشتغلوا على المواضيع ديت يكونوا عارفين ان الانفايرمنت اللي هم فيها ديت انفايرمنت ممتازه جدا بالنسبه للبحث العلمي. الفكره ان الطلبه في الاندر جراد او هم لسه اندر جراد ستودنتس يكونوا يعني انفولفد او يكونوا ان هم موجودين في بيئه بحثيه بهذا الشكل، ده شيء رائع جدا. ان هم بيكونوا بيشتغلوا على حاجه احنا بنسميها بره هنا الجراند تشالنج انيشيتيفز، او يعني حضرتك بتتعامل مثلا مع جراند تشالنج او مع مشكله كبيره جدا. المشكله الكبيره دي تكون ممكن التغيرات المناخيه، ممكن تكون القضاء على السمنه، ممكن تكون موضوع صحيح. دكتور هشام معلش، اللي وداك كاليفورنيا مع احترامي، انا بكلم استاذ في جامعه امريكيه عشان بس الناس اللي بتسمعنا دلوقتي اظن ما يعني ما فيهاش لا واسطه ولا فيها محسوبيه، هي اجتهاد عشان وانت في المعمل تبقى عارف ان النهايه بتؤدي. وكان الدكتور زويل رحمه الله عليه لحد ما وصل الى نوبل. يمكن احنا شفنا حضرتك مؤخرا في واحده من المؤتمرات اللي مصر عملتها، مصر تستطيع. كان احساسك ايه لما الدوله المصريه اتصلت بيك وقالت لك تعالى قول لنا ونفكر مع بعض بصوت عالي؟ انا هقول لحضرتك على حاجه. انا طبعا اخر مشاركه ليا في مصر تستطيع 3 بابناء النيل ما كانتش المشاركه الاولى. انا شاركت في مؤتمر مصر تستطيع 1 اللي كان متعلق بالطاقه والمنطقه والتنميه في منطقه قناه السويس، وشاركت ايضا في منتدى الشباب العالمي اللي كان موجود في شرم الشيخ، وفي جلسه بعنوان مستقبل التغيرات المناخيه، وشاركت في اخر جلسه في مؤتمر مصر تستطيع بابناء النيل في موضوع الووتر ريسورسز او موضوع الموارد المائيه. الكلمه اللي حضرتك قلتها كلمه مهمه جدا. انت بتحس بايه لما الدوله بتبتدي تريتش اوت ليك وتبتدي تتكلم معاك وتحاول ان هي تتناقش معاك؟ احنا بنحس ان احنا اصبح لينا قيمه، او الشغل اللي احنا بنعمله ده اصبح مسموع او اصبح ليه عائد، حتى عائد معنوي. يعني انا اشتغلت مع وزاره الكهرباء على مدار اكتر من 2 سنين، وكنا جايبين مشروع ممول تماما من الاتحاد الاوروبي ولم نكلف الدوله اي شيء، لغايه ما الحمد لله قدرنا ان احنا ننفذ. دكتور هشام اوصيك خيرا بشباب الباحثين في مصر، كل المنح اللي تقدر تقدمها، كل العون او الدعم. اوعدني ان اول ما تنزل مصر تزور الدكتور شريف والدكتور ابراهيم في مدينه زويل. احنا على اتصال دائم على فكره، بغض النظر على اتصال. قول لي انا بوعدك. انا بوعدك خلاص تمام كده، اوريدي ماشيين في الاتجاه ده ان شاء الله يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور هشام العسكري استاذ الاستشعار عن بعد من
كاليفورنيا. انا حابب بس اضيف حاجه بسرعه ان منا مثال كويس قوي للموضوع ده، لان منا واخده الدكتوراه من هايدلبرغ يعني من احسن الجامعات العالم. طب ليه ما قلتليش اقول لها دكتوره عشان برضو لا المكانه العلميه تبقى موجوده يعني. هي طبعا دكتوره، ونبي اول ما يجي الدكتور هشام اول واحده يقعد معاها هي منا. انا متشكر جدا، للاسف وقت خلص، كنت اتمنى اقعد مع حضراتكم اكتر من كده. متشكر يا دكتور، متشكر يا دكتور شريف، متشكر يا دكتور ابراهيم، متشكر يا عمرو، متشكر يا منا، متشكر لأروى ولمحمد عاشور والموسى السيد والإسراء ولكل يعني طلبة البحث العلمي في مدينة زويل، طلبة البحث العلمي في مصر كلهم. كده بلدنا هتتقدم، الطبل والزمر ما بيقدمش بلاد. حضرتك مش عشان واحد خبط رجل واحد هنعمل حلقة تلفزيونية، نتعلم بقى حاجات جديدة، نغير، يمكن البلد تتطور. قعدنا 80 سنة بنحل خناقات لحد الساعة 3 الصبح بسبب مين طلق مين ومين اتجوز مين. خلونا بقى نشوف غيرنا بيعمل ايه بره. بشكر وزير الزراعة، بشكر نائب وزير البحث العلمي، بشكر رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، استجابة سريعة جدا لحلقة الحياة اليوم، وبشكر حضراتكم أيضا على حسن الاستماع. وغدا حلقة جديدة، خليكم معانا.